السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه رجالي تالتة ثانوي؟ يا رب تكونوا بخير. وليالي الامتحان. في الفيديو ده إن شاء الله هنحل مع بعض تمارين على المنهج كاملا من الوحدة الأولى للوحدة الاثناشر بترتيب الوحدات فوكاب وجرامر ورايتنج. هتقول يا مستر طب أنا كنت محتاج فيديو شرح. عايز أقولك ما تشيلش هم دي كمان خالص إن شاء الله. في الوصف تحت الفيديو هتلاقي لينكات الفيديوهات اللي هقول لك عليها دي. اولا لينك فيديو شرح المنهج كاملا جرامر، اتنين لينك شرح الرايتنج كاملا من ايساي من باراجراف من ايميل من بانكتشويشن كاملا برضو. المهم انك تركز معايا في فيديو النهاردة لان احنا واحنا بنحل هنقول ليه الحل ده جي معانا كده. كمان ان شاء الله هنسيب الملف اللي انا هشتغل منه ده في الوصف تحت. داونلود بقى الملف كده وامشي معايا جمله جمله وشوف هتتحل الجمل دي ازاي. طب هل الملف ده هو الملف الجامد التنين اللي ملوش حل؟ مفيش يا جماعه الكلام ده خالص، ومفيش اي مدرس في الجمهوريه بحالها هيقول لك جمله بالنص هتيجي في الامتحان، ولكن هي افكار متشابهه وده الوارد اللي بيحصل. اذا احنا بنجتهد وبنلم الماده العلميه كلها كداتا وبنطبق عليها كاكسرسايزز، وبعد كده ان شاء الله ربنا بيكرمنا في الامتحان وكرم ربنا كبير قوي قوي قوي. ويا رب ان شاء الله كل طالب تعب اجتهد سهر ضحى ربنا ما يضيعش تعبه ولا يضيع تعبنا احنا كمان كمدرسين لان احنا بجد تعبنا. يلا بينا على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك نزلت الملف ده تمام، فتحت الملف، يلا كده سمي الله. والجملة الأولى عندي، أولا دي الوحدة الأولى يا جماعة زي ما انت شايفين. طيب الجملة الأولى بتقول لي The film has an eye-catching space which attracted millions to watch it. بقول لي إن الفيلم ده ليه إيه في الأربعة دول eye-catching. eye-catching يعني لافت للانتباه، يعني جاذب للانتباه، which attracted واللي جذب ملايين to watch it علشان خاطر يشاهدوه. الإجابة طبعا عندي هتكون رقم إيه، ركز معي بقى رقم ايه اللي هي هوك. طيب هتقول يا مستر هوك دي موجودة في الوحدة الاولى؟ هقول لك ان هوك دي موجودة عندك في المنهج بالتحديد في شرح دروس الرايتنج سكيلز، بالتحديد في الايسي او الباراجراف رايتنج. وفكرك ان كانت الهوك دي عبارة عن كلمة بتستخدم لوصف الجملة الاولى اللي ببدأ بيها الايسي بتاعي اللي هي التوبيك سنتنس، اللي من صفاتها لازم تكون هوك. وهوك هنا معناها جاذب او خاطف للانتباه، بغض النظر بقى عن ان هوك نفسها اللي هي الخطاف اللي احنا بنعلق فيه لحمه مثلا. الجمله الثانيه I don't space when I say that صلاح is the best footballer in Egypt. انا لا ايه عندما اقول ان صلاح هو افضل لاعب في مصر. طبعا انا لا exaggerate معناها ابالغ فيه. هتقول لي ايه excavate معناها ينقب التنقيب اللي هو الحفر يعني. هتقول لي ايه export معناها يصدر، واسم بمعنى تصدير او صادر، وعند ابريشيت ودي فعل بمعنى يقدر، والتقدير هنا معناها يعترف بالجميل. الجملة الثالثة بتقول لي they illegally copied books without permission so they were accused of. بتقول لي ان هم بشكل غير شرعي، illegally يعني بشكل غير شرعي، copied نسخوا الكتب بدون اذن او تصريح، لذا هم متهمين بالبايراسي اللي هي معناها سرقة الكتب، اللي هي في الأصل احنا عارفينها بمعنى القرصنة. بس مفهوم القرصنة عندي في الوحدة الأولى شباب بتقول إن القرصنة دي هي عبارة عن إنك تاخد نسخة الكتاب قبل نزول معادها وتوزعها في الأسواق، واللي هي في الواقع بتاعنا عبارة عن إن لما يكون في كتاب موجود في السوق وإحنا بناخده ونوديه المكتبات وتعمل منه نسخ عشان يتباع بشكل أرخص، فدي اسمها بايراسي. الجملة الرابعة The police are still investigating how the accident. بقول ان الشرطة ما زالت بتتقصى، خلي بالك بتتقصى او بتحقق ازاي الحادثة دي، ازاي الحادثة دي. ايه بقى يا سيدي؟ ركز معايا الله يبارك لك. اولا الاجابة عندها هتبقى كلمة occurred بمعنى حدثت. طب معلش اذا كانت دي حدثت، طب ما انا عندي كلمة take place و happen معناها يحدث. طب انا عايز اقولك انه مرضيش احط لك كلمة happen في الاختيارات عشان happen زي occur. ايوه ماشي، برضو ايه الفرق ما بين happen و occur في جنب و take place في جنب؟ happen وoccur معناهم يحدث فجأة دون ترتيب، وده اللي حصل في الحادثة إلا إذا كانت متعمدة. أما take place فدي معناها يحدث بترتيب. علشان كده لما أجي أقول إن مباراة كأس العالم take place، لما أجي أقول إن الدوري المصري take place، لما أتكلم عن حدث تم الترتيب له مسبقا فده بقول عليه take place. الجملة الخامسة علي waited for a reply to his offer of marriage with bated space space نقط. بقول ان علي استنى الرد على عرضه للجواز او طلبه للجواز
with bated بفارغ الصبر with bated breath اللي هي الاولى. طب معلش امال ايه اللي في اخرها ايه دي؟ لا ما تهرجش ده كلام قديم قوي يعني. كلمه بريث دي بريث ودي بريث ودي فيرب بمعنى يتنفس، اما دي بمعنى نفس بس. هي الاكسبريشن على بعضه كده موجود في المنهج عندي انه لا يترجم حرفيا. فوذ بيتد بريث معناها بفارغ الصبر. سته بتقول a recent space showed that 5800% of people don't know where their heart is. ولكن في ايه حديثه او حاليه بتوضح ان 58% من الناس ما يعرفوش قلبهم موجود فين. طيب انا هقول كلمه سيرفي ودي معناها استبيان او استطلاع راي. الجمله السابعه no amount of money can space for my son's death. بقولي ولا اي فلوس تقدر تعمل ايه في وفاه ابني. طبعا هتبقى compensate اللي هي بمعنى يعوض ماليا. الجمله الثامنه space advertisement cause people to buy goods of bad quality. بقول لي اي نوع من انواع الاعلانات اللي بيتسبب ان الناس تشتري بضائع ذو جوده رديئه هتبقى طبعا يا جماعه misleading واللي هي بمعنى مضلل. تسعة most of us need to lead more space lives to be healthy and happy. بقول لي ان معظمنا بيحتاج to lead ان يعيش حياه ايه عشان يبقى صحيح بدنيا وسعيد. هتبقى طبعا balanced اللي هي بمعنى متوازنه. طيب ليه ما قلتش بالانس؟ لا ده انا عايز استخدم balanced كادجكتيف بوصف بيها كلمه ليفز حياه. 10 بيقول لي working as a teacher العمل كمدرس space high degree of patience and experience. بتبقى عايزه ايه او درجه عاليه من الايه الصبر طبعا والخبره. فبقول demands معناها تتطلب. واحد يقول لي ايه acquire؟ لا acquire معناها يكتسب. طب واحد يقول لك ايه ريمايند معناها يذكر، ريمين معناها يظل او يبقى، وتمشي اسم عندي بمعنى بقايا او اثار. 11 the huge building across the street space our view of the sea. بيقول لي ان المبنى الكبير ده عبر الشارع عامل ايه في المنظر او في الشكل بتاع البحر. طبعا هتبقى كلمه بلوكس. بلوكس هنا بمعنى ايه بقى؟ معنى بيسد او بيعوق رؤيتنا للبحر. جمله 12 the information on the website بيقول ان المعلومات اللي على النت is space we can't rely on it ما نقدرش نعتمد عليها. يبقى اذا هي هتبقى inaccurate معناها غير دقيق. طب واحد يقول لي يا مستر ما قلتش ليه accuracy اللي هي معناها الدقه. حضرتك في verb to be هنا والverb to be ده يلزمه adjective مش اسم. 13 بتقول my father was in his space 50s when he decides to retire. بيقول لي ان ابويا كان في الخمسينات لما قرر ان هو يتقاعد. الاجابة عندي هتبقى late 50s معناها في اواخر الخمسينات يعني 58 59 وهكذا. 14 بتقول the author has a space so we needed his permission to make the film. الجملة بتقول لي ان المؤلف هذا لديه الايه لذا احنا محتاجين خلي بالك معايا احنا محتاجين اذنه عشان نعمل فيلم. اذا الاجابة هتبقى هذا copyright معناها حقوق النشر. هو النشر دي معناه أو حقوق ملكية النشر اللي هو أنا ما أقدرش أخد حاجة بتاعت حد إلا إذا كان أخدت إذنه. 15 he had to space a story about his car breaking down to explain why he was late. الجملة بتقول هو اضطر إنه يعمل إيه في قصة بشأن عربيته المتعطلة علشان يفسر ليه هو كان متأخر. طبعا هتبقى كلمة spin وده نوع من أنواع البايس. بايس اللي هي معناها تحيز أو تحامل. وطبعا احنا قلناها مرارا وتكرارا في شرحنا للمنهج على يوتيوب. المهم ان كلمه بايس ديت بتنقسم الى ثلاث انواع وفقا لنصوص الريدنج والليسننج اللي موجوده في يونت 1. عارفين ان في بايس باي بليسمنت اللي هي تحيز بالمكان، وبايس باي اوميشن تحيز بالحذف، وعندي بايس باي سبين اللي هو تحيز بالتلفيق او التحوير. المهم ان كلمه سبين هنا معناها يلف او يدور او يحور او بيالف قصه عشان بس بتاعت عربيه متعطله عشان يقول وليه كان متأخر. طب ماذا لو لقيت في الاختراض كلمة spin بس بالإي؟ لا دي اسمها spine وspine دي عظمة في الظهر. 16 it took the tourists half an hour to have a look at the space of the museum. بيقول لي ان السياح استغرقوا نص ساعة علشان خاطر يلقوا نظرة على الإي بتاعت المتحف. هتبقى طبعا يا جماعة اللي هي contents اللي هي معناها محتويات. تعال بقى نبص على الجرامر. مركز تعال يا سيدي. I saw Huda in her car, but she spaced with someone beside her and didn't see me. بقول لي أنا شفت هدى في عربيتها ولكنها إيه؟ عزوه بتتكلم يعني مع حد جنبها وهي ما شفتنيش. طب أنا شفتها
وهي شغالة في الحوار أو في الكلام مع حد. إذن أنا رؤيتي ليها جت في الوقت اللي هي كانت مستمرة فيه في الكلام، تمام؟ يبقى ده حدث جه في نص حدث أنا شفتها وهي مستمرة في الكلام. طب ماذا يعني لو اخترنا كلمة توجد؟ توجد يبقى كلا الحدثين بدأوا مع بعض، مع ده ماضي بسيط مع ماضي بسيط. طب ليه ما قلتش هات توجد؟ هات توجد معناها ان كان بيتكلم الاول وخلص وبعدين انا شفتها، ان الماضي التام اقدم من الماضي البسيط. طب يوز تو توك، ما تجيش خالص في موقف مؤقت بالمنظر ده او حدث مؤقت، ان دي مش عاده ثابته عندي. الجمله الثانيه بتقول since you space all your homework you may go out and play. الجمله بتقول منذ ان ايه الواجب بتاعك you may go out and play. طبعا كلمة سينس يا جماعة ركزوا معايا كده من الكلمات الدالة على زمن البريزنت بيرفكت اللي هو زمن المضارع التام، ولكنها سبحان الله لما بتيجي او لما بيجي بعدها جملة، فالجملة اللي بعدها ما بتكونش مضارع تام. المضارع التام ده بيجي قبلها ماشي اوكي، لكن بعدها بيكون past simple او ماضي بسيط. ثلاثة the president made an important speech، بقول ان الرئيس القى خطابا مهما during space to Madrid. طبعا عايز اقول ان كلمة during الكلمات اللي بيجي بعدها اسامي. طيب والاسم ده بيبقى عامل ازاي يا جماعه؟ والله يا مستر في عندي كلمه وضعت في الانجليش على انها اسم، وفي عندي يا مستر اسم بيكون عباره عن فعل مضاف لاي ان جي وده مش تابع ديورنج خالص، وفي عندي اسم عباره عن صفه ملكيه زائد الفعل نفسه اللي هو كلمه فيزيت ممكن تجيني كاسم بمعنى زياره، فصفه ملكيه زائد اسم عندي ده على طول بيعتبر اسم كامل. فاذا بقول ان الرئيس القى خطابا اثناء زيارته تو مدريد. أربعة بتقولي the children were afraid to make noise while their father space. الأطفال كانوا خايفين إن هم يعملوا دوشة أثناء مكان أبوهم. ركز معايا الله يبارك لك. أنا عارف إن أغلبنا أول ما هيشوف كلمة while هيقول لك while دي بيجي معاها past continuous أو الماضي المستمر. كلام جميل والله أنت صح، بس المشكلة إن ممكن أجيب بعد while ماضي بسيط، بس بشرط إن يكون الفعل الأساسي اللي هيجي بعدها يا إما was aware was aware. ما تقوليش بقى ING، ما هو ده الزمن اصلا بتاع الماضي المستمر. لا، الماضي البسيط يجي بعد وايل على شكل واز او وير لو بعدهم اسم او صفه او حرف جر، علشان في الاختيارات هنا مش جايب لي واز سليبنج، تمام؟ طب في الحاله ده اعمل ازاي بقى؟ اقول واز اسليب، ده على اي اساس؟ على اساس ان كلمه اسليب هنا اسم بمعنى نائم، بمعنى نائم. خمسة سبيد ذا ماني ذا ثيف ران داون ذا ستريت اس فاست اس هي كود. عايز اقول لك بعد ما سرق الفلوس الحرامي جري في الشارع باسرع ما يمكنه. طيب انا شايف ان الرابط موجود عندي في having stolen having been stolen stolen decided to steal. انا عايز اقول لك بس حاجه مهمه قوي، وقت ما تختار تصريف تالت في بدايه اي جمله اعرف ان الجمله التانيه اللي بعد الكلمه دي لازم تكون هي المفعول اللي وقع عليها الفعل في الاختيارات، هي المفعول اللي وقع عليها الفعل في الاختيارات. فعشان اقول decided ولا عشان اقول having been stolen يبقى معناها ان لازم ابدا هنا بالفلوس اللي هي تم ايه سرقتها، انما لان الجمله عندي مبدوءه بالحرامي فهو فاعل، الفاعل بقى ده يخليني استخدم هنا مين يا جماعه في الاختيارات اللي قدامي؟ يا اما يكون في فعل مضاف ل ing في الفعل steal تبقى stealing يعني وده مش موجود، يا اما ان انا اختار having stolen. طيب تاني يا جماعه، اذا having stolen اصح من having been stolen؟ yes. انا عندي having stolen دي معناها ان في فاعل قام بالفعل ده في بدايه الجمله الثانيه، having been stolen معناها ان الجمله الثانيه مبدوءه بمفعول الفعل بتاع السرقه ده. سته بتقولي the last time we traveled to Luxor space، بيقول لك ان اخر مره سافرنا بيها او فيها لوكسور عايز اقول لك كان الاسبوع اللي فات. طب معلش هو the last time ده يبقى انا بقول was last week، وخاصه ان was عندي هنا فعل اساسي خلي بالك. الجملة السابعة I am a technician in this factory، أنا راجل شغال فني في المصنع ده. I stayed there 14 years، أنا بقالي هنا 10 سنين. طيب بقالي هنا 10 سنين، وخلي بالك في كلمة فور كلمة دالة على present perfect، فده يخليني أروح على يا مضارع تام يا مضارع تام مستمر. طب أنا مين المتاح عندي؟ لا have been working المضارع التام المستمر، خاصة إن محدد لي الوقت اللي استمر فيه الفعل. وخاصة في الجملة الأولى ما يدل على إني ما زلت شغال. تمانية بيقول I was sorry when the factory closed. I stayed there 14 years. ولك أنا كنت زعلان، وركزوا معايا يا جماعة في كلمة كنت دي. أنا كنت آسف أو زعلان أو حزين جدا لما المصنع اتقفل لأني فضلت شغال فيه قبل ما يتقفل خلي بالك لمدة 10 سنين. إذا كنت شغال قبل ما يتقفل، في حدث تم قبل حدث آخر في الماضي. فده يخليني أروح على مين بقى؟ يا إما ماضي تام
يا اما ماضي تام مستمر. طب انا ما فيش ماضي تام مستمر، خلاص ادينا ماضي تام، لان الحدث الاولاني بما انه ماضي والقفل انتهى يبقى معناها الشغل اللي فيه كان قبل القفل كان اقدم من ده. 9 while my sister speaks English I like French. وهنا بقى ركزوا معايا، لان وايل المره دي مش معناها بينما، وايل المره دي معناها بينما للتناقض. يعني ايه؟ يعني على الرغم، تحسها كلمه على الرغم او مع ان. بيقول لك اختي بتحب الانجليش انا بحب الفرنش، مش قصتي المعنى دلوقتي، ولكن قصتي هي ايه بقى يا جماعه؟ ان لما اقول وايل ماي سيستر اي لايك، ركز معايا بقى، اي لايك، شايف انت الجمله دي مضارع، يبقى اكيد تفضيل اختي في نفس الزمن اللي انا بحب فيه الفرنش، فده يبقى خليني اروح على بريفير. خاصة ان بريفير واحدة من افعال المشاعر اللي مشهور جدا انها بتيجي في البريزنت سيمبل او المضارع البسيط. 10 بيقول علي lived with his aunt and uncle until he space 18. طيب انا عندي كلمة until في نص الكلام يا جماعة، تمام زي الفل، وفي قبلها ماضي بسيط، ده يخليني اختار مين بقى يا جماعة؟ تعرف انك لو هتحل الجملة ديت بالقاعدة الاساسية الثابتة بتاعت until هتلاقي نفسك بتروح على ماضي تام، بس القصة عندي ان انا هختار ماضي بسيط برضه. طب ازاي؟ مش دي قاعدة يا مستر، المفروض حضرتك بنختار الماضي التام بعد until حاجة ثابتة. انا معاك بس ركز في المعنى شوية. هو لما يقولك ان علي عاش مع عمته وعمه ماشي لحد ما بقى 18 سنة، لو فرضا او جدرا يعني سمعت كلامك واخترت ان الماضي التام، ده معناها ان بلوغ علي 18 ده كان قبل ما يعيش مع عمته مع عمه، لان ده هيبقى الحياة اقدم من كونه موجود معاهم. لكن عايز اقول ان كل الحدثين كانوا مع بعض، يعني هو كان عايش معاهم والفترة بتاع 18 سنة جات عليه في نفس الوقت اللي هو موجود مع عمه ومع عمته، يعني الحدثين متزامنين، فده خليني احط ماضي بسيط هنا وماضي بسيط هنا. 11 father، ده حوار يعني father بيقول why are your clothes dirty، بيقول لي ابنه يعني انت ليه ملابسك متسخة. وخلي بالكم بس ان هو هنا بيقول له why are، فلما يقول له why are ليه انت ملابسك متسخة، اذا هو شايف بعنيه في المضارع ان الملابس متسخة. فلما الابن هيجي هيجاوب، هيجاوب على الحاجة اللي سببت القذارة دي وما زال لها أثر عليه لحد ما أبوه سأله في المضارع، فده يبقى زمن مين بقى محترم؟ من غير ما نبص في الاختيارات هتبقى مضارع تام لـ I have fallen into a pond of water. 12 when they finally arrived they spade the car and went in. بقول لك لما أخيرا في النهاية وصلوا عملوا إيه في العربية؟ and went in. في الجملة بتاعت التانية لقيت and went. and went يعتبر and حرف عطف؟ لا مش يعتبر، هي بالفعل حرف عطف وبعدها ماضي بسيط. اعرف بقى ان طالما في عطف وفعل في زمن معين يبقى معناه ان الفعل اللي كان قبل and دي نفس الشكل بتاع اللي بعدها، يعني زي ما ده ماضي بسيط هنا يبقى زمن ماضي بسيط، فده خليني اروح على مين بقى؟ parked. 13 I spaced to him on the phone for half an hour but we couldn't reach an agreement. بقول لك ايه بقى؟ انا فضلت اتكلم معاه في التليفون لمده ساعه ولكن ما قدرناش نوصل لاتفاق. الجمله دي يا جماعه عشان تتحل ركز معايا في نصها الثاني. But we couldn't reach. But we couldn't reach. طيب ده يخليني اروح على ايه بقى؟ خليني كده استثنى مضارع والمضارع ما يجيش. ده مضارع تام وده مضارع برضو بس في الزام والضروره. باقي عندي was speaking وباقي عندي spoke. الاجابه عندي يا جماعه هتبقى مين بقى؟ هتبقى spoke. الجملة 14 spade the homework the doorbell rang. طبعا في الاختيارات واضح يعني انه عايز يقول لي اثناء ما كنت بعمل الواجب جرس الباب رن. طيب خليني اقول لك كده واحده واحده. while doing while she was doing while she doing she was doing. هستثنى خالص مين بقى؟ هستثنى خالص while she doing لان مفيش حاجه اسمها while she او while الفعل وبعديه gerund مباشره. كمان she was doing هستثناها لان انا كده جمله مفيش في اولها رابط فمعرفتش ايه العلاقه ما بين الحدثين، وكمان هستثنى الاخيره عشان خاطر الاختيار ده مفيش في اوله رابط فانا معرفتش ايه العلاقه ما بين الجملتين. بقى عندي while doing while she was doing. يا اهل الخير، امتى بستخدم دي وامتى بستخدم دي؟ بستخدم دي لو كان اللي في اول الجمله الثانيه ده هو اللي قام بالحدثين اللي هو اللي في الاختراط واللي بعده، وبستخدم دي لو لقيت ان ده قام بحدث والفعل اللي في الاختراط ده يلزمه فاعل تاني يقوم بيه. يعني الجرس رن، هل الجرس هيعمل الواجب؟ لا ده فاعل قام بالرن اللي هو الجرس،
وده هي طبعا فاعل مختلف خالص كان بيعمل واجب، فده خليني اروح على دي. 15 space working hours جملة خادعة ماكرة حليناها كتير جدا، موجودة في المناهج واي مدرس بيقولها على انها تركاية. working hours معناها ساعات العمل، ما تنخدعش بان ده فعل مضاف لING فيقول لك ده جيرند فاختار كلمة وايل، لا ده working hours expression كامل كده اسمه ساعات العمل كاسم. 16 have you finished reading that novel؟ فقال له that's amazing. ده سؤال بس في بعده لفظ من الالفاظ اللي دل على الدهشة، وده خليني في زمن المضارع التام ما اختارش كلمة يت، اروح على كلمة already طالما فيما يدل على الدهشة. جمل بقى الرايتنج ركز معايا الله يبارك لك. الجملة تقول لك which of the following sentences is punctuated correctly؟ طيب انا بقول ان الاخيرة هي الاصح، تعال بقى نشوف ليه الاولى غلط. لان انا عندي الاولى هتلاقي he is doing المفروض يحط لي ابوستروفي هنا صح؟ طب التانية المفروض يحط لي ابوستروفي مع its. طيب التالتة المفروض ما يكونش الكلام ده في آخره علامة استفهام لأن دي جملة statement خبرية. الجملة التانية بتقول لي which of the following sentences is correctly structured، أي من الجمل اللي جاية ديت جملة صحيحة من حيث البنية بتاعتها. طيب بص يا جماعة الجمل عموما بتتكلم عن إن فات الأوان إنك تتصل أو ده وقت متأخر أو إنك تتصل. طيب أنا بقول إن الجملة الصحيحة تبقى رقم سي، تبقى رقم إيه سي؟ طيب ليه معلش بقى؟ اللي هي it was too late when you called، يعني كان الجو متأخر جدا لما اتصلت. طب الجملة الأولى because it was too late لأن كان الجو متأخر، فتحس إن الجملة ده يا جماعة شبه جملة. يعني ايه شبه جملة؟ يعني حاجة اسمها fragment اللي هي نص الكلام بس اللي اتاخد، اللي هو انت بتقول because، because دي جملة سببية، ايوة فين النتيجة مثلا يعني عشان تقول لي انت because. طيب الجملة التانية ليه غلط؟ لان بيقول لي it was too late and when، يعني هنا وجود كلمة and غلط مع الكما، هنا بقى محطليش when you called، اذن الجملة عندي مش صحيحة. الجملة التالتة بتقول لي we use all in all، احنا بنستخدم كلمة all in all in a paragraph or an essay to، هنقول طبعا introduce a summary of the main point اللي هو تقديم ملخص للأفكار الرئيسية. تعال بقى في الستوري بعد ما نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بقول لك do you think that Bibb's being an orphan affected his life؟ بقول هل تعتقد ان بيب كونه يتيم ده أثر على حياته؟ الإجابة yes. ليه؟ هتقول ان his sister was cruel، ان اخته كانت قاسيه معاه. كمان ممكن نقول he went to visit his dead parents، يعني راح يزور والديه الميتين on the christmas eve اللي هو في عيد راس السنه، وده اكبر دليل انه متاثر بموتهم، والا لو كان شايف معامله كويسه من السيستر اللي هي ميسيس جو ما كانش هيفكر ان هو يروح لهم. الجمله الثانيه if you were Bibb's place، لو انت مكان بيب هل كنت هتجيب المبرد والاكل to the stranger؟ بص يا جماعه في yes وفي no. لو هقول yes because he was frightening لانه كان مخيف، طب لو انا هقول no because it was against law او it was immoral امر غير اخلاقي او it was illegal امر غير قانوني. السؤال الثالث do you think that Bibb's older sister led a happy life with her husband؟ هل تعتقد ان اخت بيب الكبيرة اللي كانت اكبر منه بعشرين سنة عايشة حياة سعيدة مع جوزها؟ طب الاجابة no. عرفت منين بقى؟ لما قلت له ان انا مش راضية او مش عايزة ان انا اكون ام، مش كفاية ان انا راضية بان انا اكون زوجة، هقول ازاي؟ هقول يا جدعان she wasn't satisfied with her life as a wife to a blacksmith، انها ما كانتش راضيه بعيشتها كزوجه لحداد. طيب الجمله الرابعه what do you think would have happened if Bibb had told his sister about his behavior with the convict؟ بقول لي في رايك ايه اللي كان هيحصل لو بيب كان قال لاخته عن سلوكه مع الكونفكت؟ انا بقول surely she would punish him، بالتاكيد كانت تعمل يا جماعه كانت هتعاقبه. طيب خمسه suddenly we heard angry shouts nearby، وفجأة سمعنا صيحات ماشي كلها غضب. I was afraid of what was about to happen، كنت خايف من اللي يحصل. What do you think was about to happen؟ ايه اللي كان بيب خايف؟ طبعا يا جماعة المشهد ده بيحكي لك لما كان بيب مع السولجرز ماشي مع جو اللي هو البلاك سميث، لما كانوا رايحين مع الجنود علشان خاطر في رحلة البحث عن اللصوص، ولما قربوا من المارشز او المستنقعات سمعوا صوت الاتنين بيتخانقوا مع بعض اللي هو كان ماجويتش
معاكم بيسو. فبيبي بيقول انا كنت خايف من اللي جاي. خايف لايه بقى؟ خايف لان الشرطه arrested او would arrest Magwitch او the convict في الوقت ده كان convict يعني, and tell them that Bib had helped him او has helped him by giving food on the file. كان خايف يعني لما يتمسك يعترف على بيب ان هو اداله اكل واداله ايه مبرد. السؤال السادس, should Bib have told the soldiers about the convict؟ هل كان ينبغي على بيب ان هو يقول للجنود على المدان convict؟ الإجابة yes. why؟ to help the law, because it's good to help police to find the convicts that may be harmful to our society, واللي ممكن يبقى ضري للمجتمع. احنا بنتكلم بشكل عام لان يمكن شخصية الكونفيكت او ماجويتش في القصة قد يكون مش الشخص المضر او ما ظهرناش بانه الشخص المضر قوي, ولكن ده الستاندرد بتاع اي مجتمع او دي المعايير او المقاييس بتاعت اي مجتمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم, لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وسع كرسيه السماوات والأرض, ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الوحدة الثانية يا شباب, الوحدة الثانية ركز معي كويس أو في اللي بتقال ده الله يبارك لك. الجملة الأولى في الوحدة الثانية بتقول It's the works of Shakespeare that space my lifelong interest in the English literature. بقول لي إن أعمال الأدبية بتاع شكسبير, عشان الناس ما تستغربش يعني إيه works, مش المفروض إن دي اسم لا يعد؟ صح فعلا هو ده حقيقي, ولكن ممكن أعدها إذا قصدت بقى عمل فني أو أدبي أو هندسي. فأنا بقول It's the works of Shakespeare that space my lifelong interest in the English literature. طيب الإجابة عندي عموما هتبقى sparked. sparked يعني إيه بقى يا جماعة؟ يعني اللي هو بدأ أو أطلق حبي أو اهتمامي بالأدب الإنجليش. الجملة الثانية, Do you think women still face space in the workplace؟ هل تعتقد ان النساء ما زلنا يواجهنا ايه في اماكن العمل؟ طبعا هقول prejudice اللي هي معناها التحيز او التحامل. الجملة التالتة, ولو اني انا شايف هنا في غلطة بسيطة, انا بقول to success as a businessman, ممكن اقول يا اما to be a success يا اما to succeed على طول, يعني ده الصح من وجهة نظري. فهنقول الصح اللي هو to succeed as a businessman, space hard work and determination, هتبقى الكلام ده طبعا كلمة require اللي هي بمعنى يتطلب. أمال إيه انكواير معناها يستفسر, أمال إيه أكواير دي معناها يكتسب. الجملة الرابعة, All creatures space man need oxygen to survive. بقول كل المخلوقات بما فيها الإنسان محتاج الأكسجين عشان خاطر ينجو بحياته, فهتبقى كلمة including. طب ليه including؟ لأن هنا الجزء أو هنا الكل وبعدها الجزء من الكل, وده شغلانة كلمة include إن بيجي قبلها الكل وبعدها جزء من الإيه؟ من الكل. هتقولي مش ليه consisting مثلا, اقول لك consisting بيجي بعدها of. هتقولي ليه مش containing؟ containing معناها يحتوي على, وكأن كل المخلوقات هي الإنسان, ده مش صح, يبقى ده جزء من كل وده شرط استخدام كلمة including. خمسة بتقول we spared the party at the request of their father. احنا عملنا ايه؟ ركزوا معايا كده عم بقى, الحفلة طلبا او بناء على طلب ابوهم, هتبقى كلمة attended اللي هي بمعناها حضرنا الحفلة. الجملة السادسة, ودي جملة حلوة قوي يا جماعة والله, بقول if you find a path with no space it probably doesn't lead anywhere. لو ما لقيتش طريق بعقبات بمشاكل اعرف ان انت مش هتوصل بالطريق ده لاي مكان كويس. يعني هي الجمله مش المقصود بها الوصف المادي اللي بتوصفه, هي اصلا امر معنوي شويه, فهتبقى كلمه obstacle اللي هي معناها عقبه. سبعة, he is trying to space a living by trading in second hand cars. بقول لي ان هو بيكسب قوته بالتجارة في العربيات الايه المستعملة. طبعا كلمة ليفينج بيجي معاها ايرن ليفينج.
تمانية بتقول لي my sister's success in business space me to set up my own company. بقول لي ان نجاح اختي في البيزنس inspired me, يعني بيلهمني في ان انا اسس عمل او شركة خاصة بي. تسعة her voice space when she heard the news of her success. بقول لك صوتها عمل ايه لما سمعت اخبار نجاحها. طبعا صوتها ارتفع. خلاص يا جماعة كده. فهقول كلمة 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 روز. وطبعا عدى علينا الاربع كلمات دول كتير قوي, لكن هفكرك برضو. اروز اصلها كلمة ارايز بمعنى يبدأ. اروز اصلها او اروز اصلها كلمة اروز, ودي معناها يثير مشاعر خوف حب كراهية. ريزد اللي هي اصلها كلمة ريز بمعنى يرفع او يجمع مال او يربي او يثير امر للنقاش. كلمة روز اصلها كلمة رايز بمعنى يرتفع. فانا بقول صوتها ارتفع فهتبقى كلمة روز الماضي من رايز. عشرة بيقول your choice of clothes space your personality. بقول اختيارك لملابسك بيعمل ايه في شخصيتك, فتبقى كلمة reflects معناها يعكس شخصيتك. فيفا, فيفا طبعا عارفين ان هي اللي هي المؤسسة المنظمة الكبرى, يعني منظمة كرة القدم في العالم. recently space ميسي as the best player in the world. فاقول طبعا ranked معناها صنفت او حطته في التصنيف. 12 اكتوبر war is an important event in the history of our nation. بقول لك ان حرب اكتوبر كانت حدث مهم جدا في تاريخنا. بقول لك ان كلمه important هنا هي السينونيم لمين؟ السينونيم لكلمه significant بمعنى مهم. 13 بتقول there are numbers of problems, في كتير من المشاكل. to space نعمل فيها ايه قبل ما نبدا البيزنس بتاعنا او الشغل ده, فتبقى to overcome اللي هي معناها يتغلب على. 14 teachers need to be good role space for their students. المدرسين لازم يكونوا good role, طبعا role model يا جماعة اللي هي معناها قدوة حسنة. 15 J.K. Rowling has recently won many, ده اسم شخصية عندي على العموم, بيقول ان J.K. Rowling has recently won many space for her books. عايز اقول فازت بكتير من من الاوردز لما تكون جوائز رسمية. واحد يقول لهم امال ايه كلمة rewards معناها جائزة غير رسمية على سلوك او على تصرف. 16 بتقول our space neighbors are always looking in through our windows. بقول لي صديقنا الايه دايما بيبص من الشباك علينا, فهتبقى كلمة نوزي معناها المتطفل او الحشري. الجرامر, وفكرك ان جرامر الوحدة التانية كان الباست بيرفكت والباست بيرفكت كونتينوس ومعاهم كمان الصفات المقارنة كاملة بتفاصيلها. الجملة الأولى بتقولي the hotel was full, الفندق كان مليان. So I was glad that we space in advance. لذا أنا كنت مبسوط إن إحنا حجزنا مقدما. طيب حجزنا مقدما, فأنا عندي الاختيار ده وده شبه بعض الاثنين, فأي واحد منهم يمشي عادي. طيب ده اختصار كلمة had booked اللي هي الماضي التام, على أساس إن الحجز كان قبل ماشي ما نروح الفندق ونلاقيه مليان, يبقى إحنا حجزنا قبل ما يتملي بعد كده. No sooner معناها لم يكد, وكلنا عارفين no sooner عندي لما بتيجي في اول الكلام هي hardly وscarcely وbarely ماشي, بيجي بعدها الماضي التام على شكل سؤال, شكل سؤال, فده يخليني اروح على 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 did he drop. الله انت مش بتقول ماضي تام يا مستر, ازاي did he drop؟ ما هو انا ما لقيتش ماضي تام على شكل سؤال, فينفع ماضي بسيط برضو بس على شكل سؤال. ثلاثة بتقول my new job in the bank wasn't exactly what I, وظيفتي الجديدة في البنك ما كانتش بالضبط زي ما أنا توقعت. إذا توقعي كان قبل ما أروح الوظيفة نفسها, فأقول had expected. ولما ألاقي أبوستروفي دي كده مع بعدها تصريف ثالث, فدي اختصار كلمة had. لكن لما ألاقي أبوستروفي دي بعدها مصدر, فدي اختصار لكلمة would. الجملة الرابعة, هالة began to cry when she realized that her new dress, اللي هالة بدأت تبكي لما أدركت إن فستانها الجديد عايز اقول مزقة او اتقطع. طبعا يا جماعة يبقى القطع كان الاول, بس هي ادركت بعدين, يبقى القطع كان الاقدم, يبقى اقولها تورن اللي هي اصلها كلمة تير تورتون اللي هي معناها يبقى معناها يمزق. خمسة, I space at home when Ali phoned at half past six. عايز اقولك ان انا كنت في البيت لما علي اتصل الساعة 6:30. الاجابة عندي هتبقى كلمة واز. وليه مش كيم آت عشان فئات, وليه مش أرايف دي إن عشان فئات, وليه مش وينت تو عشان فئات, عشان حرف الجر اللي جاي هنا ده يا جدعان يخليني استخدم واز كفعل اساسي.
ستة did you see your boss at the airport yesterday؟ انت شفت رئيسك في العمل في المطار امبارح؟ قال yes he spaced his family off، ايوه كان بيودع عيلته. فتبقى جدعني yes he had seen his family off. ليه بقى؟ لان انا جماعة هو اصلا كان بيودع عيلته قبل انا ما اشوفه، يبقى انا شفته بيودع، يبقى بدء التوديع بتاع العائلة كان اقدم من ان انا ايه اشوفه، عشان كده اخترت زمن ماضي تام. الجملة السابعة بتقول he spaced for half an hour when he suddenly got a pain in her leg. المفروض ان his leg هنا يا جماعة، معلش يعني خطأ بس مطبع كده. الجملة بتقول لي ان هو فضل يلعب لمدة نص ساعة لما فجأة حصل ألم في رجله. طيب طبعا انا عندي وين يا جماعة كرابت زي ما انتوا شايفين كده، ماشي، وين كرابت، في بعدها ماضي بسيط، يبقى قبلها أزمنة كتير صراحة، بس خلينا اقول وفقا للي موجود هنا ممكن ماضي مستمر وممكن ماضي تام وممكن ماضي تام مستمر. طيب بس انا في عندي فور هاف ان اور، وده يا جدعان يعتبر وقت بيحدد لي استمرار حدوث الفعل قبل ما حدث تاني يحصل. طيب فده يخليني اقول ان ده اقدم من ده، وهنا فيما يدل على الاستمرار، فتبقى هاف بين بلاينج. 8 وي سبيس تو وين ذس ريس 5 تايمز بيفور هي ريتايرد. عايز اقول لك ان هو جرب يفوز بالسباق ده 5 مرات قبل ما يتقاعد. فلما اقول 5 مرات يعني معناها ان كل مره منفصله عن الثانيه ما ينفعش فيها استمرار. فاقول انا يا جماعه هاد تراين. اذا يا جماعه الارقام اللي موجوده عندي في ازمنه الماضي ما تخليش استخدم اي زمن مستمر. 9 بتقول وي ماي نوت جيت انذر تشانس، قد لا تاتي الفرصه مره اخرى، سو وي نيد تو ميك سبيس اوف ذا اوبورتيونيتي. ميك ايه بقى؟ عايز اقول نستغل او نستفيد من الفرصه، تبقى ميك ذا بيست اوف. ميك ذا بيست اوف معناها يستغل الشيء ده افضل استغلال. الجمله العاشرة بتقول لي وي ليف ان ا بيج هاوس بات ماي نيبرز، اللي هو يعني بيت جيراني، دي اسمها السلم الملكي يا جماعه. هو عايز يقول لك بيت كبير ولكن بيت جيراني از ايفن. كلمه ايفن زي كلمه فار، زي كلمه ماتش، زي كلمه الوت. المهم بيجي بعدها دايما يا جماعه الكمباراتيف او المقارنه، فاقول كلمه بيجر. 11 ذا باستا اي هاف كوكد از كولدر، بقول لك الباستا الفطيره اللي انا خبزتها is colder than، يعني ابرد من بتاعتك. من ايه؟ من بتاعتك. فهتبقى yours اللي دي اسمها يا جماعه اسمها ضمير ملكيه، والابوستروفي اس معناه ان في مملوك قبلها، والمملوك عندي هو كلمه باستا. 12 space all the library books this one is the most interesting. عايز اقول لك في كل الكتب اللي موجوده في المكتبه دي الكتاب ده هو الاكثر تشويقا، فهتبقى of all. 13 communication is space than it was 50 years ago. بقول ان الاتصالات اسهل مما كانت من 50 سنة، فهتبقى طبعا يا جماعة is a lot easier. ايه حكاية a lot دي؟ دي اسمها تحديد مقدار الصفة او تحديد مقدار السهولة ما بين الاتصالات دلوقتي وفي الماضي. طب بالمناسبة هو انا ينفع اقول less easier؟ لا انا ممكن اقول less easy عادي. ايه ده ممكن less تيجي قبل صفة قصيرة؟ اه تيجي عادي، انما more لا، بس بشرط ان تكون الصفه القصيره بدون اي اضافات. يعني ما ينفعش اقول ليس ايزير ولا ايزيست، ليس ايزي، وقص على ذلك كل الصفات القصيره. الجمله 14 هي وينت اوت اند شات ذا دور بيهايند هيم، بيقول لك هو خرج وقفل الباب وراه. سبيس از بوسيبل، عايز اقول بهدوء بقدر الامكان. الاجابه عندي هتبقى از كوايتلي. از كوايتلي ايه ده؟ مش المفروض از كوايت؟ برافو صح، بس انا لو كانت الجمله عندي في فيرب تو بي الصفه اللي هتيجي مع اس دي عايد عليه، انما كوايت او كوايتلي اللي انا اخترتها دي تعتبر حال لطريقته في القفل اصلا بتاع الباب. خلاص يبقى انا هحط حال مع اس الصفه اس لو كان الفعل الاساسي اللي في الجمله، او كان الفعل اللي في الجمله فعل فيه اكشن، انما لو كان في فيرب تو بي في الجمله خاصه في النص الاولاني من الجمله فانا بحط ما بين اس واس الصفه عادي. السؤال رقم 15 الجملة بتقول لي does your new mobile have more applications than your old one space؟ هو بيقول لي هل الموبايل بتاعك فيه تطبيقات اكتر مما كان موبايلك القديم؟ بص يا جماعة هي اللعبة عندي سؤال مبدوء بدز وتحس انها مضارع، بس انا لما اجي اقارن ما بين موبايل موجود معايا دلوقتي والقديم، فالقديم ده ماضي، فده خليني اروح على مين يا جماعة؟ على ديد وش كده على طول، يعني اكتر مما كان يفعل موبايلك في امتلاكه للايه؟ للتطبيقات.
16 the actor's new movie isn't as space as his last one. بيقول لك ان بقى فيلم الممثل الجديد ليس تماما ايه مثل القديم. فهتبقى طبعا كلمه اكسايتنج لان انا بتكلم عن الفيلم كطبعه. خلاص جمله الرايتنج بيقول لك which of the following sentence is correctly structured. اي من الجمل اللي جايه يا جماعه الجمله بتاعتها بناءها صحيحه. الجمله بتقول come quickly or we will miss our bus. طيب انا بقول ان الاجابه ان شاء الله هتبقى رقم واحد. ودي يا جماعه جمله موجوده في الوحده الثالثه في قصه التحذير باستخدام الكلمه ويل. طيب هنا ايه مشكلتي؟ مشكلتي ان كلمه مس جت بالاي، المفروض مس هنا بمعنى يفوت القطار. طب هنا ايه مشكلتي؟ كام كويك المفروض تبقى كام كويكلي لان انا هحط حال بيجي على الفعل كام. طب هنا ايه مشكلتي؟ مشكلتي في ان انا حاطط لي كلمه ويل بالاي، المفروض ويل بالاي. الجمله الثانيه في الرايتنج يا جماعه بتقول on applying for a job your CV should include your space. لما تيجي تقدم في وظيفه السي في بتاعك لازم يكون متضمنا او شاملا على، انا بقول A B and C، كل ده موجود experience achievements qualification. الجمله الثالثه عندي بتقول لي which of the following sentence give the meaning of. اي من الجمل اللي جايه يا جماعه بتدي المعنى بتاع الجمله دي يا جماعه بتاعتي اهي. خلاص دي الجمله اهي. Despite his illness he works hard. على الرغم من مرضه انه بيعمل بجد. ده يا جماعه جمله تناقض. Despite معناها على الرغم من، وبيجي بعدها كشرط استخدام ليها يعني يا اما اسم يا اما فيرب بلس اي ان جي. طيب انا عايز بقى اللي بتؤدي نفس المعنى. طب لو تؤدي نفس المعنى يا جماعه عندي اهي he is ill however he works hard، لان however عندي بتساوي despite في المعنى. اي نعم اللي هي بالاتش سمول دي بتيجي في النص بيكون قبلها سيمي كولن وبعدها كما وهكذا، بس المعنى في الاثنين واحد. ليه الاولى غلط؟ الجملتين تناقض وحطيت لي بيكوز. طب ليه السي غلط؟ ان الجمله دي منافيه للصح، واصلا بقول لك تعافى وبعدين بدا يشتغل. ايوه طب الجمله الاصليه بتقول لك ان هو اصلا كان شغال وهو عيان. طب هي ازنت فيت، وليس لائق بشكل كافي يعني انه يعمل بجد. طبعا المعنى مش المعنى خالص. طبعا الاستري بتقول لي should be have been on good terms with Mrs. Joe. الجمله دي يا جماعه بتقول لي ايه بقى الاستوري؟ خلي بالكم بتقول لك هو كان المفروض على بيب ان يكون على علاقه كويسه مع ميسز جو. الاجابه في يس وفي نو. ليه؟ لو انا قلت يس بيكوز شي از هيز elder سيستر، ولو قلت نو بيكوز شي واز كرول وذ هيم لانها كانت ايه قاسيه معاه. اثنين as I stood before her، وانا واقف قدامها I noticed that the clock had stopped at 9. لاحظت ان الساعه توقفت عند الساعه 9. What do you think the stoppage of the clock indicates؟ في رايك ايقاف الساعه ده بيصور لك ايه؟ بيصور لك ايه بقى يا جماعه؟ الموقف ده بيقوله بيب يا جماعه لما كان موجود عند ميس هافيشام طبعا في الزياره الاولى، ولما لاحظ مدى الكآبه بقى جلومي اند دالنس اللي كانت موجوده في بيتها، واللي وقتها يا جماعه فسرنا طبعا يعني ايقاف الساعه بان was the time that her fiancé didn't come at his time. ده الوقت اللي ما جاش فيه خطيب ميس هافيشام ماشي جه في وقته، فالساعه توقفت بالنسبه لها عند الوقت ده وكانها منتظره حتى الان ان هو يجي. ولكن احنا عارفين ان هي كانت mentally diseased يعني مريضه نفسيا طبعا بسبب الموقف اللي حصل ده. الجمله الثالثه دي يو ثينك، هل تعتقد ان ميس هافيشام واز رايت تو ليت ستيلا بريك بيبس هارتس، انها تسيب ستيلا تكسر قلوب بيب؟ فور شور الاجابه هتبقى نو. ليه يا جدعان؟ بيكوز ات واز امورال بيهافير يعني سلوك غير اخلاقي. طيب بعد كده بنقول واي دو يو ثينك، في رايك ليه ستيلا ديدنت هاند بيب ذا فود، ما ولتش بيب الاكل في ايديه بط انستيد، ولكن حطته بدلا يعني انها تناوله حطته على الارض. هنقول يا جدعان بيكوز شي واز براود، لانها كانت مغروره رود كانت وقحه، اند شي وونتد تو بريك هيز هارت، وكانت عايزه تكسر بقلبه اور هيز فيلينجز او مشاعره. الجمله الخامسه اف يو وير بيب، لو انت مكان بيب وود يو فيل اشيمد اوف بينج، هل كنت هتحس بالخزي وبالعار من انك فقير او واحد من العامه؟ الاجابه طبعا هتبقى نو. طب ليه نو يا جماعه؟ في نو في يس خلي بالك يعني. هتبقى نو لان بيكوز يا جدعان بقى ايه، وان دازنت تشوز هيز اون لايف، الفرد ما بيختارش حياته. خلاص حاجات مكتوبه علينا او بنتولد بيها ممكن نغير فيها اوكي، لكن ما ينفعش ننقم على وضع احنا فيه ان ده مشيئه ربنا. طب انا لو قلت يس هقول يا جدعان بيكوز اتس ارجنت تو تراي تو تشينج يور لايف نوت تو ستي بور اور وان اوف ذا كومن، من المهم انك تغير في حياتك مش تفضل واحد
فقير هو واحد من عامة الشعب، هو واحد من العامة عموما يعني. يعني ده احنا بحثك فيه على انك تعمل ايه، على انك تحرك نفسك دايما، ما ترضاش بالواقع، خاصة لو كان واقع financially poor يعني حاجة فقيرة من ناحية المادية. الجملة السادسة، would you try to get a better education؟ هل كنت هيبقى عندك تعليم كويس لو انت مكان بيب؟ فقط عشان تخلي ستيلا تغير اتيتيود وجهة نظرها تجاهك، الاجابة طبعا هتبقى نو، لان my future is more important ماشي than anyone else، مستقبلي اهم ماشي، او to make او making my future better is more important than the attitude of others towards me، افضل من وجهة النظر بتاعت الناس فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الوحدة الثالثة، الجملة اللي بتقول لي he decides to space himself in his work so that his business would improve، هتبقى كلمة immerse يا جماعة بمعنى ايه بقى؟ معنى يغمس حياته او يغمر حياته في شغله، او يشغل نفسه بشغله، او ينشغل بشغله. طبعا كلمة immerse لها اكتر من معنى، معنى ينشغل بيه او يغمس فيه او ينغمر فيه. اثنين، we grow up in the countryside space by the beauty of nature، عايز اقولك ان احنا كبرنا في الريف محاطين، محاطين احنا كمفعول يعني، تبقى surrounded. education is one of the burning issues، بقول لك واحد من القضايا الساخنة of our time، في وقتنا دلوقتي. الكلمة اللي تحتها خط دي معناها extremely important، معناها مهم، ما صدش بقى انها مشتعلة او ساخنة اللي هو السخونة المادية، لكن هي ايه، تحسها ايه، كناية عن أهميتها. أربعة، there is some space that he stole the money but I am not certain، ولكن أنا لست متأكدا. يبقى there is some evidence، في بعض الأدلة بس أنا مش متأكد. طيب، خاصة في كلمة evidence يا جدعان، عندي اسم لا يعد في الأساس، يعني ما ينفعش أحط لها اس لما أجمع، عشان ما حدش يقول لك إيه، طب أنت حطيت some ليه ما حطيتش اس في آخر الكلمة، لا هي اسم uncountable. خمسة، بتقول I can't believe how lucky my sister was to space the accident، أنا مش مصدق قد إيه أختي محظوظة ماشي في إنها تعمل إيه من الحادثة دي، هتبقى سرفايف طبعا يا جماعة، معناها تانجو من الإيه، من الحادث. طيب الجملة الستة، children aren't supposed to، الأطفال ليس مفترض عليهم space noise when they are studying، لما يكونوا بيذاكروا، هتبقى طبعا كلمة make noise، ودي واحدة من الكولوكيشنز المهمة جدا الموجودة يا جماعة في المنهج بتاعي، make و do و have و get و go، الأفعال دي مهمة جدا، في ان بيجي بعدها أسامي كتير عندي في المنهج، ولازم طبعا أبقى عارف نوعية الأسامي اللي بتيجي بعد كل فعل فيهم. سبعة، بتقول لي mankind's knowledge of the space has increased thanks to space exploration، بقول لك ان معرفة الإنسان بالإيه تزايدت بفضل استكشاف الفضاء، هتبقى طبعا كلمة يونيفيرس اللي هي معناها الكون أو الكوكب. تمانية، بتقول I really admire Mr. Ali's direct space approach to dealing with his series، بقولك أنا معجب جدا بإيه أو بنهج أو بالنهج الإيه بتاع مستر علي في التعامل مع طلابه، فبقول كلمة طبعا هو يعني معلش يا جماعة دي approach أصلا محلولة، تمام معلش ده خطأ إيه مطبعي، يبقى إيه approach في الأساس، direct approach معناها الطريقة أو النهج المباشر. الجملة التاسعة، بتقول leaving such a long way from my workplace is very، ولكن أنا أعيش في مكان بعيد قوي عن مكان شغلي is very، هتبقى inconvenient معناها أمر غير ملائم.
10 he enjoys leaving a spectacularly beautiful village in the delta. طيب الجملة العشرة ركز معايا بريك لك عشان الجملة العشرة دي اصلا المفروض يبقى النقط في الحتة دي. طبعا هو حللها اللي هو he enjoys leaving a spectacularly beautiful village يعني عايش في قرية جميلة بشكل خلاب بشكل جذاب بشكل جميل ماشي. فهتبقى الإجابة spectacularly اللي هي الايه الحال. طب 11 بتقول لي taking responsibility for yourself is part of the space of growing up. بقول لك أن تتولى مسؤولية نفسك هي جزء من الايه للنضج. عايز أقول جزء من عملية النضج فبقول process عشان ان هي بتتم على خطوات ما بتتمش مرة واحدة. وده الفرق عندي ما بين process وoperation قلناها كتير جدا والله يا جماعة. operation عملية جراحية عسكرية ماشي. أما process معناها عملية بتتم على خطوات. واللي منها عملية learning process واللي منها photosynthesis process. 12 space have lots of training before they can go into space. مين اللي بيبقى لهم كتير من التدريب قبل ما بيروحوا للفضاء؟ طبعا يا جماعه هتبقى الاسترونوتس اللي هي رواد الفضاء. واحد يقول لي بايلوتس الطيارين طبعا لا استرولوجرز معناها المنجمين استرونومرز معناها علماء الفلك. 13 we have our bad time on our trip but on the space we are quite happy. عايز اقول لك ان احنا قضينا وقت او بنقضي وقت زي الزفت او في رحلتنا ولكن on the space we are quite happy احنا الى حد ما سعداء. الاجابه هتبقى but on the whole ولكن في المجمل او بشكل عام. 14 يا شباب بتقول لي there has been an interest in health care on a large space since 1980. بيقول لي ان في اهتمام كبير جدا بالرعايه الصحيه on a large scale معناها على نطاق واسع. 15 despite some failures our company has had a quite good year on balance. طبعا هو الجمله بتقول لك ان على الرغم من بعض حالات الفشل لان الشركه بتاعتنا كان العام بتاعها عام جيد في المجمل او في العموم. On space men still earn more than women. عايز اقول لك ان الرجال ما زالوا بيكسبوا اكتر من الستات. هتبقى on average معناها في المتوسط. جمل الجرامر والجرامر عندي هنا يا جماعة بيتكلم عن أزمنة المستقبل. معك بقى المستقبل البسيط المستقبل القريب المضارع المستمر المضارع البسيط معك بقى المستقبل المستمر معك المستقبل التام. فركز معايا كويس الله يبارك لك. الجملة الأولى ركز معايا بتقول لي you can visit us during the first week of July I spared them. ولكنك ممكن تزورنا أثناء الأسبوع الأول من يوليو لأن احنا مش هنكون مستمرين في الشغل وقتها. فهتبقى won't be working مش هنكون مستمرين في حاجة في نفس الوقت اللي انت تيجي تزورنا فيه. ماشي. The guests are coming at 8 p.m. الضيوف جايين الساعة 8. I space cooking by then. انا هكون خلصت الطبخ وقتها. شاف كلمة by then دي فده خليني اروح على كلمة will have finished. الجملة الثالثة space to me as soon as you arrive in London. طب وعايز اقول لي بقى يا جماعة شايفين احنا الرب بتاع as soon as ده هنا طبعا مضارع بسيط خلاص. اللي في الاول بقى اللي في الاول يا جماعه بيجي مستقبل باي شكل من اشكاله خلي بالك باي شكل. بس المشكله في حاجه المشكله ان الجمله الاولى دي لازم تبقى جمله امريه write to me. ليه بقى؟ عشان اقول are you going to ده سؤال ده will write ده سؤال برضه. وبعدين لما اقول will write مش المفروض اقول مثلا حط هنا فاعل ونفس الكلام مع are المفروض احط هنا فاعل are writing برضه احط هنا فاعل مثلا او احط هنا فاعل مثلا. خلاص يا جماعه فانا عندي الجمله دي هتبقى جمله امريه ودي يا جماعه قاعده صحيحه جدا مع كل الروابط بتاعه الزمن ان كل الروابط الزمنيه لما بتيجي في النص طالما مفيش فاعل في الجمله الاولى اعرف انها هتبقى جمله امريه. امريه يعني مبدوءه امريه يعني مبدوءه فعل في الايه في المصدر. 4 did you know Lubna will be in town next weekend. هل كنت تعرف ان لبنى هتكون في المدينه في نهايه الاسبوع الجاي؟ قال no I didn't anyway I am sure I space here soon. طيب بوجود كلمة I'm sure هتبقى will meet لان دي كلمة دالة على المستقبل البسيط. الجملة الخامسة شبه الرابعة بالظبط بس في معنى هنا او في تكة توديني لزمن تاني. هو بيقول لي did you know لبنى will be in town next weekend. خلاص وانت هل كنت تعلم ان لبنى هتبقى الاسبوع الجاي يعني في المدينة؟ فقال yes I did I space here at the club at 5 o'clock next Friday. وهنا يا جماعة اسمه تحديد وقت وقوع الفعل. قصة التحديد دي تخليني أروح على كلمة I'm meeting.
ستة بتقول we will start the party when everyone is space. احنا هنبدأ الحفلة بتاعتنا لما كل واحد ايه. طب ركز معايا بقى كده. في عندي when, في عندي هنا مستقبل اللي بهنا, يا اما مضارع بسيط يا مضارع تام. مين المتاح عندي؟ المتاح ان everyone دي بتعامل معاملة المفرد, وده مضارع بسيط بس جالي مصدر, والمفرد ده لازم طالما هحط مضارع بسيط يكون في اخره اس, فهختار المضارع التام اللي هي هذه بقى has arrived. السبعة بتقول لي you must promise, you must promise. مفيش فاعل بعد promise اعرف ان يجي بعدها تو المصدر على طول. الجملة الثامنة in an hour, في خلال ساعة I will be sitting in front of my TV, هكون قاعد قدام التلفزيون بتاعي and space a movie. طبعا يا جماعة بص will be sitting وفي عندي and, طب and بقى الفعل اللي بعدها يبقى معطوف على اللي قبلها فتبقى and watching. تسعة I won't be late to, تسعة بتقول I won't be able to talk to you all day tomorrow because I space my homework. بيقولك انا مش هبقى قادر ان انا اتكلم معاك طول اليوم بكرة لان انا هبقى بعمل شغل, فهتبقى will be doing, هكون مستمر في عمل الواجب بتاعي. I space probably, طالما في probably في الكلام اعرف انك هتروح على كلمة will لان probably من علامات will في الاساس. He space geologist when he leaves university, this is his plan. لما تشوف كلمة plan اعرف ان ده مستقبل قريب فهتبقى is going to become. I'm flying on the 5 PM plane, انا هطير في طائرة الساعة 5. This is a, ده ايه يا جماعة؟ ده time table طبعا, جدول مواعيد. 13 بتقول لي every student space a quiz at 9 o'clock tomorrow as arranged. شاف كلمة arranged دي, ده معناه ان انا هتكلم عن مضارع مستمر فهتبقى is doing. 14 I space on the air conditioner because it's very hot now. عايز يقول لك ان انا هشغل التكييف لان الجو حر, ده اسمه قرار سريع فهتبقى I will turn. 15 بتقول لي farmers space the rainforests because they are cutting down some trees. بقول لي ان الفلاحين هيدمروا الغابات لانهم بيقطعوا في الاشجار, انا بقول ان ده تنبؤ بدليل فهتبقى are going to damage. 16 if you come late again I space you in and you will miss the lesson. خلي بالك بقى, بقول لك لو انت جيت متاخر تاني مش هسمح لك تدخل, مش هسمح لك تدخل, فتبقى I won't let, هخليها بالنفي طبعا يا جماعة لان انت هيفوتك الدرس لو معناها لن اسمح لك, خاصة ان في اف في الناحية التانية بيكون مستقبل بسيط, ده اغلب الحالات. اما عن الرايتنج اعزائي المحترمين بيقول لك which of the following اي من اللي جاده is an example of narrative essay, هو يعني مثال على المقال الروائي. بص يا سيدي المقال الروائي ده يبقى عندي my life as a college student, بيقول لك حياتي كطالب جامعي. ليه؟ لان انا احكي بقى تفاصيل الحياه, بمشي امتى وبدرس ايه وبقابل مين, حكايه. الجمله الثانيه بتقول لي which of the following sentence, اي من الجمل اللي جت دي البنكتويشن بتاعها صح. الاجابه عندها هتبقى there are three things every man needs, food water and health care. طب الاولى غلط, لا يا جماعه, لان قال لي there are three things every man needs وما حطليش عندي هنا الايه اللي هو الكولن اللي هي النقطتين اللي تحت بعض. طيب بي عندي غلط ليه؟ بيقول لي there are three things every man needs, المفروض يحط لي برضو colon. نفس الغلطة هنا برضو حط لي فلسطوب, المفروض يحط لي colon اللي هي النقطتين. الجملة التالتة بتقول لي which of the following is not a complete sentence, اي من اللي جاي ده ليس جملة كاملة, ليس جملة يا جماعة كاملة. الإجابة هتبقى عندي رقم دي اللي هي when she ran across the street, عندما جرت عبر الشارع. ايوة ايه اللي حصل؟ طب ايه اللي حصل قبل؟ انما الباقي جمل كاملة عندي فيما عدا دي تحس انها فراجمنت او مقتطفة من نص الكلام. الاستوري يا شباب بيقول لك if you were Stella, لو انت مكان Stella would you try to break Bib's heart, هل كنت هتكسر قلب بيب؟ الاجابه طبعا for sure no. ليه يا جدعان؟ هنقول كده لاننا we must consider others feelings, لازم نحترم مشاعر الاخرين. الجمله الثانيه بتقول is it psychologically accepted that Miss Havisham wanted Stella to break Bib's heart, بيقول لك هل هو امر مقبول نفسيا ان Miss Havisham كانت بتستخدم ستيلا علشان تكسر بقلب باب؟ الإجابة for sure no. Why؟ نفس إجابة اللي فوق, لأنه it's important to care others feelings, نهتم أو نراعي شعور الآخرين. ثلاثة بيقول لي if you were in Miss Havisham's place, لو أنت مكان Miss Havisham هل كنت هتستمر في ارتداء الفستان بتاع الفرح for such a long time, الفترة الطويلة دي؟ الإجابة no, because it's important to pass bad situations in our life, لانه من المهم جدا ان احنا نعدي خلي بالك بالمواقف السيئه في حياتنا, او not to stop at a bad one.
how to complete our life normally without looking at our bad situations. هو نحن نكمل حياتنا كويس جدا من غير ما نبص على موقفنا السيئة. السؤال الرابع بيقول لي, do you pity Bib for his situations with Miss Havisham and Stella? هل تشفق على بيب الموقفه مع Miss Havisham ومع Stella? الإجابة yes. Why? أقول يا جماعة because he has no relation with the bad situations that Miss Havisham had faced. لأن هو ملوش أي علاقة بالموقف السيء اللي Miss Havisham قابلته أو واجهته, لأنه بيدفع تمن خطأ الآخرين وبيب طبعا ليس له علاقة. السؤال الخامس بيقول, if you were Bib would you be on good terms with Orlik? هل كنت هتبقى على علاقة طيبة بأورليك؟ هقول no. طب why? Because I doubt that he the one or he was the one who hit my sister on the head with a hammer. لأنه هو أنا شاكك في أنه الشخص اللي هو ضرب أختي بالرأس إيه أو بالشاكوش على إيه على رأسها. طيب ستة بيقول لي, should Stella have been cruel to Bib? هل Stella كان مفروض تبقى قاسية مع Bib? No. طبعا لا أكيد. طب ليه يا سيد الفاضل؟ Because Bib is an innocent one. شخص بريء. And has no relation with the bad situation that Miss Havisham faced. وملوش أي علاقة بالموقف السائل اللي Miss Havisham واجهته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الوحدة الرابعة. طيب الجملة الأولى بتقول لي يا جماعة بعد ما نصلي على سيد النبي صلى الله عليه وسلم, الجملة الأولى بتقول لي mother space أيمن for bullying a little girl at school. أم بتعمل إيه في أيمن على إنه تنمر على بنت صغيرة في المدرسة؟ طبعا الإجابة عندها هتبقى كلمة scolded ودي اللي معناها وبخة, واللي بتساوي عندي كلمة blame أو كلمة tell off, واللي عكسها كلمة praise يمدح. يمكن يا جماعة هنقف بس عند كلمة pouted. pouted دي معناها يكشر. حد هيقول لي في المنهج عندي في كلمة اسمها frown. frown تمام. طيب ايه الفرق بين كلمة pouted و frown؟ ان pouted معناها يكشر بان يبوز, عارف انت لما يمد الشفة التحتانية كده زي العيال الصغيرة بالظبط او الاطفال. اما كلمة frown معناها يكشر كده بحواجبه جامد كده يعمل لنا 111. في الفرق بين كلمة bout شغل اطفال او ان يمد بوز لقدام كده شوية. اما frown معناها يكشر, معناها يقطب جبينه باللغة العربية. الجملة الثانية في الوحدة الرابعة, he space as he was trying to answer a difficult question. يبقى هو عمل ايه؟ لان هو بيحاول يجاوب على سؤال صعب. هتبقى كلمة frowned اللي هي بمعنى مكشر اللي احنا لسه بنحكي تفاصيلها والفرق منها ما بين كلمة pouted. طيب ثلاثة, I must get some sleep, I'm completely. انا لازم انام شوية. I'm completely. completely هتبقى exhausted اللي هي معناها متعب. طيب طبعا هتقول لي الفرق بين exhausted و exhausting. هقول لك ان كلمة exhausted دي للشعور و exhausting دي للطبع. يعني ممكن اوصف ب exhausting بال ing التعب او العمل نفسه اللي هو مسبب للايه, مسبب للارهاق. الجملة الرابعة بتقول, when we spaced to the station the bus was waiting. ولك لما احنا وصلنا للمحطة الاوتوبيس كان مستني. طبعا انا الحوار ده بيحكمني فيه وجود حرف الجر to, وده اللي بيخليني يا جماعة اختار كلمة got to get to اللي هي بمعنى يصل. طبعا كلمة reach او الفعل reach بمعنى يصل ما بيجيش بعده اصلا حروف جر. arrive بيجي بعده يا اما in يا اما at, مش to خالص. وneeded طبعا مش مناسبة للسياق بتاع المعنى. الجملة الخامسة, my little brother was annoying me. بقول لأخويا الصغير بيضايقني. so I told him to, هتبقى طبعا الإجابة to clear off. clear off معناها يبعد عني, يختفي عن نظري. الجملة السادسة, he always talks with his wife. دائما بيتكلم مع مراته before space decisions.
كلمة decision أو الاسم decision واحد من الأسامي المشهورة جدا اللي بتيجي بعد أو قبل الفعل make بمعنى اتخذ قرار. ممكن أقول make decision وممكن أقول take decision. سبعة, when things go wrong, لما الأشياء بتاخد منحنى خطأ أو بتتعطل. one usually feels, الإنسان أحيانا بيحس بأن هو frustrated اللي هي معناها محبط. We are a space of the significance of television in shaping the public opinion. بقول لك احنا ايه؟ من اهمية التلفزيون في تشكيل الرأي العام. طيب انا في عندي of, واخد بالك of ديت حرف جر بيجي بعد 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 aware معناها على دراية بي او مدركين لي. Please بيجي معاها with, came بيجي معاها on, full بيجي معاها of, بس full بمعنى ممتلئ او مملوء به, واكيد مش هتيجي طبعا مناسبه للسياق. تمام. الجمله التاسعه, she has to space her way of thinking now that she has become a grown up. بقول لك انها بتضطر انها تعمل ايه في طريقتها في التفكير دلوقتي لانها اصبحت بالغه او ناضجه. فبقول طبعا alter بمعنى تغير. she has to alter يعني لازم تغير من طريقه تفكيرها. عشرة, بتقول it's important to take breaks to avoid. بقولك من المهم انك تاخد فترات راحة to avoid عشان تتجنب البيرن اوت اللي هو الارهاق. جملة 11, you have got to learn. have got to يعني انت have to يعني انت مضطر. يبقى انت مضطر انك تتعلم space with the stresses of everyday life, انك تعمل ايه مع الضغوطات بتاعت الحياة اليومية. طبعا وجود with بيخلينا اقرأ على كلمة كوب, فكوب with معناها يسير او يتأقلم او يتكيف على. 12, people practicing yoga benefit from an increased feeling of. الناس اللي بتمارس اليوجا بتستفيد من الشعور المتزايد بالويل بينج اللي هي الرفاهية. يوجا دي يعني هدوء تام كده وساكت وقاعد مربع كده وضرب الدنيا صرمة. طيب 13, you will get space after a while depending on how well you are working. بقول you will get space after a while بعد فترة depending on معتمدا على how well you are working. طيب يبقى you will get promoted, انت هتترقى بعد فترة وده بيعتمد على مدى إجادتك في العمل. 14, بتقول جون is sociable. sociable معناها مجتمعي أو محب للإيه, محب للناس. بيقول لي إن هو راجل محب للناس. ماشي يا جماعة. he always space in many school activities. طبعا كلمة activity بتيجي معها كلمة دو في الأساس, بس بما إن في حرف الجر إن فأقول takes part in يعني بيشارك في الكتير من الأنشطة المدرسية. 15, بتقول before exams, قبل الامتحانات, students have got too much to. بيقول لك قبل الامتحانات الطلبة بقى عندهم حاجات كتير قوي يعملوها and they are completely, وبيبقى تماما بص بقى stressed معناها مضغوطين. طب stressful دي صفة للفاعل معناها ضاغط. الجملة 16 واللي بين قدامك انها كده محلولة, the doctor gave the patient some tablets. بقول ان الطبيب ادى المريض بعض الحبوب, tablets يعني حبوب, to spare the pain عشان يعمل ايه في الألم. طبعا relief معناها يخفف الألم. تعال بقى في الجرامر, جزء الجرامر. وطبعا جرامر الوحدة الرابعة هنا يا جماعة كان بيتكلم عن المودال فيربس كلها اللي هي الأفعال الناقصة بقى, بدءا بما يعبر عن النسيسيتي وعن الابليجيشن وعن الكابابلتي او الابيلتي, ومنها ما يعبر بقى هتلاقي ايه عن كان وعن كود. المهم يعتبر مجمل كده الحوار الافعال الناقصه كلها must have to. تعال نشوف التفاصيل. My father space go to USA next summer, he hasn't decided yet. بقول لي ابويا من الايه ان هو يروح ل USA امريكا الصيف اللي جاي, ولما قال لي في اخر الجمله he hasn't decided yet يبقى معناها انه امر مش محتمل او محتمل وقوعه, فاخترت كلمه مايت. الجمله الثانيه في الجرامر بتقول يو سبيس ابولوجايز, من انك تعتذر لزمايلك وين يو دو سمثينج انبليزنت, لما تعمل شيء مش مرضي. طب انا اعتذر لزمايلي يبقى انا بقول كلمه شد. تمام, بقول يا جماعه بقول شد. الجمله اللي بعد كده ات بيجان تو رين, بدات تمطر. الجمله الثالثه ات بيجان تو رين اند ذير وير نو تاكسي, بدات تمطر ما كانش فيه تاكسيات. وفي النهايه اي سبيس ارايف هوم, انا وصلت للبيت. جوه بمطر ومفيش تاكسيات يبقى استطعت للذهاب للبيت هتبقى استطاع بمشقه او بتعب او بصعوبه. وده يخليني يا جماعه ما افكرش في كلمه كان ولا كود, لا مثبته ولا منفيه. طيب هو بيقول لي اتلاست, وفي النهايه في النهايه يبقى انا عرفت اوصل, فتبقى واز ايبل تو, مع ان واز ايبل تو زيها زي كلمه مانج.
الاثنين نفس القاعده، بس انا عندي مانج بيجي معاها حرف الجر تو، وانا ما فيش عندي تو ولا بعدها هي تو. I traveled by train، انا سافرت بالقطر but I space by car، انا اوريدي خلاص سافرت بالقطر، بس ايه اسافر بالعربيه؟ عايز اقول لك انا كان عندي الاستطاعه ان اسافر بالعربيه بس ما سافرتش وسافرت بالقطر، فتبقى could have traveled، ودي معناها كان لدي الاستطاعه ولم افعل. طب ما ينفعش اقول might have، اصل احنا خدنا could have ومايت هاف الاثنين نفس الحاجه، اه هما الاثنين نفس الحاجه في مساله احتمال حدوث الفعل، بس احتمال حدوثه يعني قد يكون حدث، لكن هو في النص الاولاني بيقول لك خلاص انا سافرت بالقطر، يبقى معناها ان بالعربيه بقى كان ممكن بس ما عملتش. خمسه بتقول I can't remember where I had left my mobile phone، انا مش فاكر بالظبط انا سبت تليفوني فين. I'm not sure، انا مش متاكد. I space it at home، طبعا انا مش متاكد، يبقى هتبقى might have left. ليه بقى؟ لان might دل على طبعا الاحتماليه، وعند I'm not sure نفس الكلام، وعند I can't remember نفس الكلام، كل دي دلائل على الاحتمال. ستة بتقول he can hardly walk، هو بالعافية لما بيمشي. his pace be very ill، من الايه ان هو مريض. طبعا يا جماعة ده في درس الاستنتاج، هتبقى he must be من المؤكد ان هو مريض. سبعة بتقول I sent her، انا بعت لها letter جواب but it didn't arrive، لكن الجواب ما وصلش. I spaced the right address، من الايه ان انا كتبت العنوان الصح. طبعا طالما بعت وما وصلش يبقى من الايه ان كتبت العنوان. انا بقول يا جماعة I can't have written، استحالة اكون كتبت العنوان الصح، طالما انه ما وصلش يبقى انا استحاله اكون كتبت العنوان الصح. When we were children، لما احنا كنا اطفال. We didn't have emails، ما كانش عندنا ايميلات. So we space write letters، طب معلش الجمله كده زمانها ماضي وما كانش عندي ايميل وانا صغير، يبقى انا كنت هات مضطر في زمن الماضي ان انا اكتب جوابات. تسعه بتقول حوار ما بين A و B، did you ask علي for help، ممكن تطلب من علي المساعده. رد عليه بيه قال له I space I managed perfectly well on my own، شوف خلي بالك انا اتصرفت بنفسي. هو بيقول له اطلب من علي المساعده، فرد عليه رد قال انا اتصرفت بنفسي. يبقى هتبقى الاجابه عندي يا جماعه يبقى I didn't need to ask، اللي هو انا ما كنتش مضطر ان اطلب منه المساعده. ليه؟ لان I managed perfectly well on my own. 10 الجمله بتقول I space have watched that movie it will give me nightmares، بقول لك من الايه ان انا اسمع الفيلم ده سبب لي، خلي بالك معايا بقى، سبب لي كابوس. سبب لي كابوس يبقى معناها ان انا بألوم نفسي على ده، يبقى اقول I shouldn't have watched، معناها ما كان ينبغي علي ان انا اسمع. الجمله 11 I always waste much time while studying، انا دايما بضيع وقت وانا بذاكر. خلي بالك بقى ركز معايا في قصه الاقتراح، لان من حاجات الوحده الرابعه او مقاعد الوحده الرابعه برضو اساليب الاقتراح. فالواي سبيس دايري تو هيلب يو بلان يور ورك، طب ده اسلوب اقتراح في واي، يبقى واي دونت يو، why don't you use، اللي هي هتبقى رقم دي. طب 12 it's best to set realistic goals that you can achieve، بيقول لي يبقى من الافضل انك تحط اهداف واقعيه تقدر تحققها. this is my، خلي بالك معايا بقى لما اقول it's best to set، من الافضل لك ان تفعل، يبقى it's my advice، دي نصيحه يا جماعه، دي نصيحه، ما هيش دعوه ولا هي امكانيه ولا هي تحريم. الجملة 13 if you are free، لو انت فاضي. we space to the new cafe tomorrow، ده اسمه يا جماعة بقى تعتبره اسلوب عرض، اسلوب عرض يبقى انا بقول could، لان طبعا كلمة could يا جماعة ممكن استخدمها في العرض، ممكن استخدمها في الطلب، ممكن استخدمها في اعطاء النصيحة، ممكن استخدمها في عمل الاقتراح، ممكن استخدمها في الاحتمالية، ممكن استخدمها في الاستحالة لو هي جت منفية. كلمة كان و could لهم استخدامات كتير جدا يا جماعة، منهم اسلوب العرض ده. My students space their school work and taking exams regularly، بيقول لي ان الطلبه بتوعي ايه عملهم المدرسي واخدوا امتحانات بانتظام. بص بقى خلي بالك معايا كده، طبعا بما ان في تصريف ثالث هنا يا جماعه فاسلوبي هنا هي ايه، هيبقى خلاص هختار اسلوب او طريقه يكون فيها تصريف ثالث عشان يبقى ده معطوف عليه، فتبقى شو ده افضل. انا كان المفروض يعملوا الواجبات بتاعتهم وياخدوا امتحانات بانتظام. الجملة 15 في الوحدة الرابعة which of the following أي من الجمل اللي جاية doesn't express regret، لا تعبر عن ندم، لا تعبر عن، خلي بالك كلهم ندم ما عدا واحدة. أنا بقول يا جماعة دي I regret to inform you، بأسف إنه أخبرك، بأسف إنه أخبرك، بعتذر عن شيء أنا لسه هعمله، إنما الندم معناه حاجة أنا عملتها. فتلاقيني if only I had، يا ريتني كنت سمعت، you should have كان المفروض، يوصل بوز كان المفترض، فكلهم اسلوب ندم فيما عدا جيتو والمصدر معناها بأسف على شيء لسه هاي تم.
جمل الرايتنج يا شباب، الرايتنج بيقول لك which of the following اي من الجمل اللي جايه دي is not a suggestion، ليست اقتراحا. انا بقول يا جماعه الاخيره دي لان في we should have gone، should have gone ده اسلوب لوم، we could go اسلوب اقتراح، have you considered with gerund اسلوب اقتراح، what about with gerund اسلوب اقتراح. ومش عايزك تنسى ان what about ممكن يجي بعدها اسم، مش عايزك تنسى ان what about مميزة عن how about، فانا ممكن استخدمها لابداء الاعتراض على امر الاعتراض، زي ما واحد بيقول لك مثلا لما تيجي نذاكر بالليل فانت تقول له what about sleeping early، طب بس مشكلتنا ان احنا بننام بدري. تمام. الجمله اللي بعد كده رقم 2 بتقول لي ان سبيس اي سي في اي نوع من انواع المقالات من دول يو اكزامين تو توبكس، يعني بتفحص موضوعين او جملتين رئيسيتين، شوينج ذير سيميلاريتيز بتوضح التشابه ما بينهم، اند ديفرنس والاختلافات. طبعا هتبقى كومبير اند كونتراست اللي هي معناها المقارنه والتناقض. الجمله الثالثه ويتش اوف ذا فولينج اي من الجمل اللي جايه از بانكتويتد كوركتلي، يعني البانكتويشن بتاعها صح. طيب من الواضح كده هتبقى الاجابه رقم بي. طيب ليه بقى دي غلط؟ هو طبعا الجمله تقول لك هي سيد يو ار رايت، طب هنا بيقول لي هي سيد ذات يو وير رايت، طبعا الجمله هنا مش متغيره. ليه بقى؟ لان الجمله المفروض ما يقوليش يو، المفروض هي سيد ذات هي وير، دي تبقى واز، يعني الجمله افتحولها الى اندايركت اصلا غلط. طيب ليه دي غلط؟ هي سيد ذات وراح جاي عامل لي كولن وده غلط طبعا، المفروض يعمل لي كما، انا اسف. طيب هي سيد هو قال يو ار رايت، المفروض اني باختم الجمله هنا تحت لانها جمله خبريه طبعا، اختمها بفول ستوب. سؤال القصه بيقول لي شود بيب هاف بيتد مسز جو although she was cruel to him، هل كان ينبغي على جو ان هو يشفق على اخته مسز جو على الرغم انها كانت قاسيه عليه؟ بقول يس، بقول لي اتس جود كواليتي لانها صفه حلوه او تو بي ميرسيفول انك تكون رحيم، سبيشالي خاصه تو ذا ريلاتيف وان، للناس اللي هم قرايب ليك. الجمله الثانيه اي ويل نيفر بي هابي انليس اي كان ليد ا ديفرنت لايف تو ذا وان اي ليف ناو، بقول انا عمري في حياتي ما هبقى سعيد الا اذا عشت حياه مختلفه عن اللي انا عايشها دلوقتي. هل تعتقد بقى السؤال دو يو ثينك بيب واز رايت تو فيل ذات واي، هل تعتقد ان بيب كان عنده حق انه يشعر بالشعور ده؟ طبعا يس يا جدعان، والحجه في ان اتس امبورتنت فور اني وان او فور ايفري وان تو بي امبيشس ان لايف، ان هو يكون ايه طموح في الحياه، امبيشس. السؤال الثالث في القصه بيب سيد تو بيدي، بيب بيقول لبيدي اي نيو ذات اي واز ميكينج ا ميستيك بت اي كودنت تشينج ماي فيلينجز، انا عارف ان انا بغلط بس انا مش قادر اغير مشاعري. وده يا جماعه كان وقت ما كان يعترف لها ان هو بيحب ستيلا قوي وانه ما بيديلهاش اي شعور، ما بيبدلش بيدي يعني. If you were Bib, would you change your feelings towards Stella? لو انت مكانه هل كنت هتغير شعورك تجاه ستيلا؟ يس طبعا. ليه؟ لانها يا جدعان اول شيء was treating me badly، بتعملني بشكل سيء جدا. طيب الجمله الرابعه بتقول I have to tell you that Bib has great expectations، بيقول لك انا اضطريت هضطر ان اقول لك ان Bib عنده طموحات عظيمه. He will receive a large amount of property، هيجي له فلوس كتير جدا in future. اللي قال الكلام ده مستر جاجرز كان بيقولها لجو طبعا. طب if you were in Bib's place، لو انت مكان Bib هل مبلغ المال الكبير ده او الثروه دي in the future be your great، هتبقى هي طموحك؟ هقول طبعا يا جدعان. لو انا قلت yes، انا بقول ده يس اساسي يعني، اقول يا جماعه it's important to change my reality، اللي هو ايه بقى؟ المهم ان انا اغير الواقع بتاعي to the better if I can، to the better، to the better يعني للافضل اذا انا استطعت. خمسة in your opinion، في رأيك did Bib want to have a better life just because he was ambitious، هل في رأيك بيب عايز يبقى عنده حياة أفضل فقط لأنه هو إنسان طموح؟ طبعا أنا هقول يا جماعة yes as he wanted to be so، يعني هو عايز يبقى كده just for Stella، عشان خاطر يبقى من وجهة نظر Stella يعني إيه إنسان مكافئ ليها. السؤال السادس بيقول if you were Bib، لو انت مكان Bib would you leave your friends، هل كنت هتسيب زمالك واصدقائك behind وراك to move to a big city، انك تعزل لمكان كبير to get better education عشان تحصل على تعليم افضل؟ السؤال yes طبعا it's important to improve my life، نفس اجابة السؤال اللي فوق. طيب عندي ممكن اكمل بقى كلام اقول I think my friends will be proud if they see me in a good place، لو شافوني في مكان كويس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الوحدة الخمسة يا أهل الخير، الوحدة الخمسة. طيب الوحدة الخمسة كان جرامر بتاعها على فكرة كان الفريزال فيربس وكان الأفعال اللي بيجي بعدها طول مصدر والجيرانت والاثنين وهكذا. الجملة الأولى بتقول sales of computers مبيعات الكمبيوترات أو الحواسب الآلية يعني have space as most people prefer laptops لأني الناس أصبحت بتفضل اللابتوب. طب أنا شايف إن الإجابة هتبقى عند declined. ليه بقى؟ بعد ما نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن أنا يا جماعة لو هختار increased ما هي هي improved صح كده؟ يبقى يقصد إن الكمبيوتر اللي هو الديسك توب الكبير أبو شاشة ده إنما اللابتوب اللي هو العادي اللي هو البورتابل أو المحمول. الجملة رقم 2 في الوحدة الخامسة it's a desire for success بقولك رغبة النجاح that space most students to study hard. رغبة ان الرغبة للنجاح ذات اللي بتعمل ايه في ان معظم الطلبة بيذاكروا بجد هقول motivates اللي هي معناها يا جماعة بتحمس او بتشجع او بتحفز. الجملة الثالثة في الوحدة الخامسة I find the sitting in the balcony very relaxing لقيت القعدة في البلكونة مريحة جدا عكس كلمة relaxing اللي هي مريح يعني هتبقى كلمة stressful اللي هي معناها مرهق. طب ما ينفعش annoyed لا تنفع annoying بالING مش بالإيدي عشان تبقى صفة للفعل. أربعة بتقول لي be quiet يعني يكون هادئا let your sister space on her homework خلي أختك ركز معايا بقى هقول concentrate ليه concentrate عشان في حرف الجر عندي on سيب أختك تركز في شغلها أو في واجبها. having a new phone line لأنه بقى عنده خط تليفون جديد space was quiet an achievement in the best. طيب طب يا جماعة عنده خط تليفون إيه اللي حصل له هتبقى installed اللي هو معناها تم تركيبه أو تثبيته. ستة في الوحدة الخامسة have you decided هل قررت space where to go طبعا هتبقى حرف الجر on يعني هل اخترت المكان اللي انت هتروح تصيف فيه او تقضي فيه اجازات. جملة رقم سبعة I ran fast as I could جريت بأسرع ما يمكنني but I couldn't catch up with him خبيك ترى ما في مفعول يبقى لازم بعد catch up احط with مفيش مفعول يبقى catch up تكفي. Egyptian workers العمال المصريين in Gulf countries في دول الخليج use email بيستخدموا الايميلات to stay in عشان يظلوا ان ايه بقى in touch معناها على التواصل. الجملة التاسعة to join our space meeting عشان ننضم للاجتماعنا لايه just press فقط دوس على الزرار ده تبقى virtual اللي هو الافتراضي. You have to mute لازم تصمت your microphone when another one on the call لما يكون في حد ماشي is speaking. طيب انا بقول ان الاجابة خلاص ضن هي معمولة اهي خلاص تمام يا شباب ميوت طبعا واللي هي موجوده في الاختيارات خطا مطبعي. الجمله ال11 في الوحده السادسه let's sit at this cafe نقعد على القهوه دي they are offering free internet connection يعني تواصل بالنت ببلاش. الجمله ال12 the water in the kettle's boiling بقول لك ان الميه اللي في الكاتل بتغلي shall I turn it طبعا اكيد بتغلي يبقى turn it off معناها يطفي. Your plan الخطة بتاعتك doesn't offer a real space to our problem ما بتقدمش ايه حقيقي للمشكلة بتاعتنا فهتبقى ما بتقدمش a real solution اللي هي حل حقيقي خاصة ان solution بيجي مع حرف الجر to. 14 بتقولي a good manager المدير الكويس has to motivate لازم يحفز ماشي his ايه to work more efficiently عشان يشتغلوا بكفاءة اكتر هتبقى employees اللي هي معناها موظفين بالدبل اي زي ما انت شايف كده طبعا دي معناها اصحاب الاعمال هو مدير مش هيبقى صاحب عمل او مش هيشجع صاحب العمل يعني قد يكون هو صاحب العمل اصلا. 15 to be organized عشان تبقى انسان منظم space a list طبعا a list واحده من الكلمات اللي بتيجي مع الفيرب ميك فعلا يا جماعه ميك.
الجرامر واللي هو بتاع الافعال الاصطلاحيه وبتاع الافعال اللي بيجي بعدها طول المصدر او الجيرند او الاثنين مع بعض بفرق او بدون فرق. الجمله الاولى في الجرامر الوحده الخامسه as his mom didn't come to space him up ولان امه ما راحتش عشان تجيبه طبعا pick him up pick him up معناها راحت تجيبه he had to اضطر ان هو يمشي لوحده. الجمله الثانيه can you turn the sound ممكن تعمل ايه في الصوت I can't hear it انا مش سامعه طالما انا مش سامع الصوت يبقى turn up معناها يعلي. ثلاثة بتقول لي after they unpacked the shopping بعد ما عب فض وانا اسف unpacked معناها فضة التسوق اللي كان معاه they space it عايز اقول حط كل حاجة في مكانها يبقى they put it away put it away وده يا جماعة نوع من انواع الافعال الاصطلاحية اللي المفعول ممكن يجيني في النص لو كان على شكل ضمير زي ما انت شايف كده. الجملة الرابعة في الوحدة الخامسة I didn't finish the test أنا ما خلصتش الاختبار I ran space time طبعا طالما في مفعول عندي اللي time يبقى I ran out of ran out of. الجملة الخامسة having space he decided not to buy the shirt بعد ايه؟ بعد ما قاسي القميص عايز يقول كده يعني قرر ان هو ما يشتريهوش. طيب هتبقى having tried it on tried it on وده برضو فعل اصطلاحي من الافعال الاصطلاحيه هي try on في الاساس ومفعوله ممكن يجي في النص. الجمله السادسه the plane took space from the airport heading south towards Aswan بيقول لك ان الطائره اقلعت طبعا هتبقى took off بمعنى تقلع او بمعنى ينزع خلي بالك بس معايا خلي بالك. الجمله السابعه just before the milk comes to the boil قال لك قبل ما اللبن يجي او يغلي يعني turn the heat اعمل ايه في الحرارة هتبقى turn the heat the heat the heat down معناها وطئ الحرارة شوية قبل ما يغلي. طيب بيقول لي you should avoid لازم انت تتجنب avoid من الافعال اللي بيجي بعدها فعل مضاف له ing ماشي يا جماعة ودي حاجة سهلة جدا في المحفوظات. تسعة بيقول when I run لما انا بجري I need to stop بضطر ان انا اوقف space break كل خمس دقايق بضطر ان انا اوقف عشان اخد راحة اتوقف لكي يفعل كل 15 دقيقة. الجملة العاشرة in 1954 في سنة 1954 the government الحكومة decided نوع الفعل اللي بيجي بعد decide هتبقى to المصدر طبعا يا شباب decide to المصدر معناها قررت انها تبني السد العالي. 11 I regret regret بيجي بعدها ده وده ده وده خلي بالك بس معايا I regret ايه طبعا اجيب لي الفعل waste فاكيد انا مش هأسف ان انا هأضيع انا بندم على اني ضيعت فاستخدم wasting. الجملة الـ 12 we regret space inform inform معناها يخبر اكيد انا مش هندم ان اخبرتك لكن انا بعتذر لك ان انا هاخبرك بده يبقى regret to والمصدر. 13 when I have got a cold لما حسيت بالبرد I don't feel like feel like بيجي بعدها to والمصدر فبقول ده. 14 for centuries لعدة قرون the wind has been used لكن الرياح استخدمت to sail has been used اللي بتستخدم لي to والمصدر طبعا يا جماعة خدناها في الوحدة الأولى أو في الجرامر الوحدة الأولى. 15 we expect to pass the English test next year ولك احنا بتوقع ايه اختبار الانجليزي السنة اللي جاية expect بيجي بعدها to plus مصدر الفعل إلا بقى لو كان في بعدها فعل وزمانها مضارع حط will لو كان في بعدها فعل وزمانها ماضي بقول would. 16 بتقول in the 400 meter freestyle swimming قالك في السباحة الحرة اللي مسافتها 400 متر spade the gold medal surprised us عايز اقول حصول منى على الميداليه الذهبيه ادهشنا فتبقى منى's getting مصطلح على بعضه كده يا جماعه اسم فاعل. عندك بقى جمله الرايتنج الاولى الرايتنج يا شباب اي من الجمل اللي جايه is not structurally correct ما هيش صحيحه ما هيش صحيحه. طبعا انا بقول هي الجمل كلها بتقول لك هي اعترفت انها سرقت المجوهرات. طبعا يا جماعه لما اقول admitted to معناها اعترفت انها كانت هتعمل ده خلاص. طيب وده طبعا بيبقى بعيد شويه عن الايه عن المعنى لكن admitted that she had stolen هي بقى سرقت قالت انها سرقت وسرقت. she admitted stealing اعترفت انها عملت admitted to stealing لان ممكن يجي بعدها to gerund عادي مفيش اي مشكلة خالص وفرق بينهم يبقى الغلط to المصدر معناها اعترفت انها كانت هتسرق. البقية التلاتة معناها انها اعترفت انها عملت. الجملة الثانية أي من الجمل اللي جاية is punctuated correctly. الجملة بتقول our two year old girl is starting to talk بنتنا اللي عندها سنتين بدأت إنها تتكلم. أنا بقول إن الإجابة به هي الصح لأن دي عندها يا جماعة حاجة اسمها الصفة المركبة هي شباب الصفة المركبة في بعدها اسم موصوف طبعا أما هنا دي الصفة المركبة وما حطليش الهايفن ما بينها وما بين كل كلمة ماشي
نفس الكلام ما حطليش هايفن هنا ما بين 2 year. هنا يا جماعة ما حطليش هايفن ما بين year وبين كلمة old. الجملة الثالثة بيقول لي when creating a CV لما تيجي تعمل CV it's important to use, من المهم انك تستخدم اول perfect punctuation and grammar. طبعا perfect punctuation and grammar, الباقي طبعا ما بيستخدم. القصة عندي والشابتر الخامس, القصة بتقول لي which character do you pity more, اي شخصية انت بتشفق عليها كتير, مسا بشام or babe. انا بقول يا جماعة both of them, كلاهم. ليه بقى؟ لاني ميسا بيشاب was a victim of a trick when her fiancé took much of her money and left her on her wedding day, لما خطيبها خدعها وخد جزء من فلوسها وسابها في يوم الجواز. وكمان بيب يا جدعان, because بيب was a victim of Miss Havisham's, وان كان هو صراحة لو هنبشفق عليه اكتر, because he was Miss Havisham's trick, او a victim of Miss Havisham's trick, يعني كان ضحية خديعة Miss Havisham when she decided to break all men heart who was Bib, انها تكسر كل قلوب الناس, واللي كان Bib طبعا واحد منهم. الجملة الثانية, why do you think, في رأيك ليه Bib felt sure, كان متأكد ان Miss Havisham was his secret benefactor, لعدة اسباب. الاولاني ان هي she asked him to follow Mr. Juggers advice, قلت له امشي ورا كلام Mr. Juggers. طبعا ما كانش عارف ان هي المحامي ايه, ان Mr. Juggers هو المحامي بتاع Miss Havisham. التاني يا جماعة, she defended him in front of her relatives, يعني كانت بتدافع دايما عنه ماشي قدام قريبها, دي حاجة مهمة جدا. الحاجة التالتة ان ماثيو بوكيت and هيربرت were one of their relatives او her relatives, انا اسف, يعني كانوا جزء من قرايب ميس هافيشام, فما بالك بقى معلم بيب قريب ميس هافيشام, يعني هي اللي وصيته ان هو يعلمه, اذا هي بتجهزه ان هو ايه يتجوز ستيلا, وبالتالي اكيد هي اللي بنفاكتور وهي اللي بتصرف عليه. الجملة الثالثة في القصة, شابتر خامس طبعا, after a quick goodbye to Joe my sister and Billy, يعني بعد ما ودعتهم وداع سريع لجو وبيدي واختي, I felt as, انا حسيت as though the whole world was waiting for me, العالم كله مستنيني. What do you think Bib meant by these words, يقصد Bib ان that he would live او he would lead a better life than his old one, يعني كان بيتقال ان هو هيعيش حياه افضل من اللي كان عايشها قبل كده في لندن. طبعا لما ايه جاله جاجرز وقال له انك هتيجي معايا عشان خاطر تبقى ايه, تبقى جنتلمان. السؤال الرابع, if you were Stella, لو انت مكان Stella هل كنت هتوافق to be a tool to harm others, for sure يا جماعه نو. طبعا نو. ليه بقى يا استاذ؟ ماشي. وكمان it's immoral, it's not good to be used as a tool to trick and break others hearts, انك تبقى أداة لخديعة وكسر قلوب الآخرين. الجملة الخامسة, Do you think, هل تعتقد أن Miss Havisham had an influential personality, لا شخصية مؤثرة أو ذو نفوذ؟ والله يا جماعة يعني هي لو التأثير هنا المقصود به أنها تأثر على الأشخاص, ففور شور يس, because she persuaded Stella to have a bad character, a bad personality, ماشي, أو she persuaded Stella to break men's hearts. طب لو انا اقصد هنا الانفلوينشال اللي هي مؤثره او ذو نفوذ يعني لها معارف كتير, ففور شور يعني شي واز وان اوف ريتش مين او ريتش بيبل, ام سوري, يعني كانت واحده من ايه, من الناس الاغنياء خلاص, اللي هي كانت بتشغل ناس عندها وهكذا, واستغلت مالها ده في انها بقى ايه, خباك معايا, استغلت المال في انها تو ميك ستيلا ان اتراكتيف وان, تخلي ستيلا ايه, سنه جذابه بالفلوس اللي ليها او بالنفوذ اللي عندها. السؤال السادس, دو يو ثينك, هل تعتقد ان هربرت بوكيت would have been happier if Miss Havisham had adopted him, هل تعتقد ان هربرت كان هيبقى مبسوط لو Miss Havisham تبنته؟ طبعا هو قال بيب بلسانه لا, يبقى نو. ماشي. ليه بقى يا جدعان؟ لان هي she would make Stella break his heart, يعني حتى لو كانت بتكذبه في البداية, وده اللي حكاه طبعا هربرت البيب لما بيب راح قابله في لندن طبعا وفي الفندق اللي هو بتاع بيرنارد, ان هو اصلا رفض تماما ان هو يكون ضحية ماشي Miss Havisham في ان هو يستخدم او في انه يعني يكون حد يمارس عليه فكرة ان حد يكسر قلبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الوحدة السادسة يا شباب ركزوا معايا الله يبارك لكم. الجملة الأولى بتقول A young man sitting at cafes, الشاب قاعد على شاب يعني قاعد على القهوة, want to be a space member of the family, ماشي اللي هو أي شاب بقاعد على قهوة مش هيكون فرد إيه في عيلته, طبعا مش هيكون فرد productive معناها منتج ماشي أو ذو إنتاجية. الجملة الثانية we started the project, إحنا بدأنا المشروع only 6 months ago, من 6 شهور, so it's hard to, لذا من الصعب انك ايه it's success, من الصعب انك evaluate معناها تقيم نجاح المشروع ده, evaluate او assess. طب ثلاثة بيقول لي because of the mobile, بسبب الموبايل it's easy to get, من السهل انك get ايه when you are studying, لما تكون بتذاكر. طبعا يا جماعة انا ماسك موبايل وبذاكر يبقى انا get distracted معناها مشوش. طيب بيقول لي people space to be more patient, الناس ايه انها تكون اكثر صبرا as you get older, لما بيكبروا في السن, يبقى انا اقول tend to be معناها بيميلوا الى ان يكونوا صبورين. الجمله الخامسه بتقول managers always try to improve the space of their workers, المديرين دايما بيحاولوا ان هم يحسنوا من ايه للعاملين اللي تحت ايديهم, هتبقى طبعا efficiency اللي هي معناها الكفاءه. الجمله السادسه بتقول prices اسعار of goods السلع space according to the quantity order, وفقا للكميه المطلوبه, فهتبقى يا جماعه هتبقى فاري معناها بتتنوع او بتختلف وفقا للكميه المطلوبه. السبعه بتقول the space in crimes violence affects our lives badly, عايز يقول لي ان زياده الجرايم بتاعه العنف بتاثر على حياتنا بشكل سيء. تمانية بتقول لي eating a good diet, انك تاكل بنظام غذائي كويس جدا, ايه lessons the risk of heart disease, يعني بيقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب, هتبقى eating a good diet نقول significantly بشكل مهم أو بشكل واضح. تسعة بتقول the teacher has to space the students progress each month, بيقول إن المدرس بيضطر يعمل إيه في تقدم الطلاب كل شهر, هتبقى طبعا assess اللي هي معناها evaluate أو معناها judge أو معناها analyze اللي هي بمعنى يقيم. الجملة العاشرة في الوحدة السادسة sickness اللي هو الإيبا اللي هو المرض often space eating too much unhealthy food, بقول لي إن المرض غالبا بيعمل إيه, عايز أقول بقى بينتج عن, يبقى results from بينتج عن, أمال ديت results in معناها يؤدي إلى يهدف إلى, لكن بينتج عن الأكل الكتير للطعام الغير صحي. الجملة الحداشر you will be dead tired, أنت هتموت من التعب if you carry, طبعا عايز اقول لو نفذت ماشي, في كان لو انت استمريت اسف في العمل لمده 10 ساعات فتبقى كاري اون, بتساوي كلمه جو اون بمعنى يستمر. الجمله ال 12 بيقول لي السنسبل بيرسون, الشخص العاقل از نوت سبيس باي وات اذر بيبل سي, يعني ما بيحصلوش ايه باللي بيقولوا الناس, طبعا هتبقى از نوت انفلوينسد اللي هو معناها لا يتاثر. 13 وي نيد نيو وايز, احنا محتاجين طرق جديده للزراعه which increase, واللي بتزود ايه بقى من المحاصيل, هتبقى productivity اللي هي الانتاجية بتاع المحاصيل. الجملة 14 after having brain surgery, بعد ما عملت جراحة في المخ او بعد ما عمل جراحة في المخ he found it hard, لا من الصعب to space for long, من الصعب ان هو concentrate يركز لفترة طويلة. 15 بتقول لي memory space when one grows old, الذاكره بيحصل ايه لما الواحد بيكبر, هتبقى declines بتقل او بتنخفض او بتضعف. 16 في الوحده السادسه let's space a change today, طبعا change بيجي معاها الفعل make a change يا جماعه معناها نحدث تغييرا, how about eating out, ما تيجي ناكل بره.
جرامر الوحدة الستة كان بيبقى جماعة عن الكوزيتيف فيربس اللي هي الأفعال السببية، ماشي، اللي هي معناها إن فاعلها ليس الفاعل ولكن السبب في الفاعل. طيب الجملة عندي بتقول لي سارة's parents، والدي سارة make her. طب make مفعول أعرف إن هجيني مصدر الفعل فهقول do. What makes him نفس الكلام، what makes him طالما في make وفي بعدها مفعول يبقى مصدر الفعل فبقول الأولى برضو distinguish. طيب الجملة الثالثة I have the mechanic، أنا خليت الميكانيك هنا بقى الفعل have بأي شكل من أشكاله، لما يجيني بعده مفعول I had the mechanic فبيجي بعدها يا مصدر الفعل يا الجيرند، طبعا مفيش جيرند فهتبقى مصدر الفعل. أربعة I got the mechanic، نفس الجملة اللي فوق بس مكان هاد خلاها got، وجوت عندي طالما فيه فاعل عاقل فاعل عاقل يبقى بقول to المصدر. طيب هنا بقى I had my engine، had أو get لما يجي بعدهم مفعول غير عاقل أعرف ليه بعدهم التصريف الثالث فهقول checked. طيب الجملة السادسة the teacher space me to stay، أنا عايز فعل من الأفعال في الاختراط دي بيجي بعد مفعوله to المصدر. طيب طب ركز معي بس بالله عليك، طب دي to المصدر دي to المصدر دي to المصدر، يعني أنا هستثنى دي أهي أهي عشان دي بعد مفعولها بيجي مصدر على طول. طب الثلاثة بيجي بعدهم بعد المفعول to المصدر، ولكن after school as punishment لما قال لي إن المدرس عمل إيه فيا إن أنا استنى بعد المدرسة كعقاب يبقى معناها انه مش سمح لي ولا اقنعني، ده معناها انه اجبرني forced me. وركز معايا عشان خاطر نوع من انواع الجمل ده يا جماعة اللي بيحفظ يقع، فلازم تقرأ الجملة الاخر عشان تشوف هو طالب مني من حيث الميننج اني فعل في اللي هي في التلاتة وفي الاختراط جنرال. يعني سبعة بيقول لي my parents والدي don't space me watch television during my study. طيب خلي بالك معايا بقى don't space me watch بعد المفعول في مصدر، طب هتبقى don't let لان ده بعد المفعول to المصدر to المصدر to المصدر. تمانية بيقول لي في الوحدة السادسة طبعا جرامر make the space his house painted، خلي بالك his house painted 3 years ago، هو في مفعول وفي تصريف ثالث تمام، بس في عندي كلمة دالة على الماضي، عارف انت بقى الكلمة دالة على الماضي دي ده معناها ان انا هروح جاي رايح على كلمة هاد. ايه ده مستر، هو الفعل السببي بيتأثر بالكلمة الدالة الموجودة في الجملة for sure يا عم الحاج. الجملة التاسعة ماجدي سبيس هيز هاوس بينتد ات ذا مومنت، واخد بالك نفس الجملة اللي فوق بس غير الكلمة الدالة، والكلمة الدالة الموجودة قدامك كلمة دالة على المضارع المستمر، فده خليني اروح على از جيتنج. 10 I really must get my eyes، get my eyes get my eyes مفعول يبقى انا اجيب التصريف الثالث اللي هو تستد. 11 the dentist filled Tom's tooth، يعني حاشا سن توم الاسبوع اللي فات، ده معناها او بيدي نفس المعنى بتاع رقم بي اللي هي توم هاد هيز tooth filled، معناها ان مش هو اللي حاشا اسنانه بل في حد حاشاها له خلاص كده. طب الباقي توم جود ذا dentist filled، طب معلش طب ما هو كده خلى الطبيب الاسنان، بس المشكله ان طبيب الاسنان فاعل فالمفروض ما يجينيش تصريف ثالث، المفروض يجيني تو المصدر. طب هنا توم فيلد هيز توث يبقى معناها هو اللي حشال نفسه، ده ما حصلش. هنا توم جوت هيز توث تو فيل، لا طالما ان جوت بعدها مفعول ما تجيبليش تو المصدر، المفروض تحط لي التصريف الثالث. جمله 12 ذا تشيلدرن سبيس ذير بايسكل فيكست يت، كلام جميل قوي يا جماعه، برضو حالات الافعال السببيه ولكن حاطط لي كلمه يت. طيب يعني انا عايز مضارع تام الفعل السببي في شكل المضارع التام ومنفي، هتبقى ايه بقى؟ هتبقى هاف انت هاد. 13 هير موبايل واز ستولن، الموبايل بتاعها اتسرق اون ذا مترو يسترداي، اي جمله من دول بتدي طبعا هتبقى شي هاد هير موبايل ستولن معناها تليفونها اتسرق نفس المعنى، انما الباقي اكيد هي اللي خلت، ما فيش حد بيخلي حد يسرق له، يعني الثلاث جمل معناها ان خلت حد يسرق الموبايل. جمله 14 ودي يا جماعه جمله من الجمل الخبيثه جدا جدا، يهيئ لك من الاختراط ان ده سؤال، وعلى فكره ده مش سؤال ده اصلا جمله امريه. عرفت ازاي؟ ان مفيش عندي في اخر الكلام هنا question mark. طب ايه اللي بيحصل بقى حضرتك؟ والله بعد ما تصلي على سيدنا النبي دي جملة امرية هتبقى معناها خلي اختك تنظف اوضتك لو انت مشغول، فتبقى فعل سببي. طيب الجملة 15 let's get dad space us shopping، let's get dad get dad get ما فعل عاقل يبقى طول مصدر. 16 ماجي space by her personal chef every day، طيب الجملة دي جملة فعل سببي برضو نفس الكلام وفي كلمة دالة على المضارع البسيط فتبقى هاز، والهير ميلز اللي هي المفعول والتصريف الثالث. طب معلش يا مستر هو الباقي غلط ليه؟ الباقي عشان خاطر هاز بريبيرد اول هير ميلز يبقى معناها
معناها ان هي اللي بتجهز. امال هنا الشيف بتاعها بيعمل ايه فوق؟ نفس الكلام هنا هي اللي بتجهز، نفس الكلام هنا. اول ميلز هاز بين، طب ازاي ميلز وازاي هاز بين؟ يعني ما تجيش ميلز جمع مع هاز، المفروض تبقى ايه هاف. جمل الرايتنج بتاعت الوحده السبته، صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الجمل بتقول لي which of the following sentences is structurally correct، اللي هو اي جمله من دول البنيه بتاعتها صحيحه. طيب انا بقول يا جماعه ان الجمله دي I had my phone repaired after I dropped it، ماشي يا جماعه كده؟ طيب I had my phone repaired دي اللي الجمله بتاعتها ايه الصح. طيب معناها انا خليت موبايلي يصلح بعد ما وقعته. طب ليه الاولى غلط؟ I let my phone repaired. اولا لقيت ما بتجيش مع الافعال السببه بالمصدر ده، لان بيجي بعد مفعول عقل او غير عقل مصدر الفعل، وما لهاش في الشكل ده اصلا في القواعد. طب I had my phone repair ما ينفعش طالما هاد وفي مفعول يبقى تحط لي مصدر. طيب I got my phone to repair، طب الفون عندي مفعول، ازاي تقول لي بعد got to المصدر؟ المفروض طالما مفعول تحط لي التصريف. الثالث، الجمله الثانيه ان an essay في المقال body paragraphs، فقرات الهيكل او المتن او الموضوع او الشرح are strongest when، بتبقى قويه لما they are developed through the use of examples، يعني لما نكون مستخدمين فيها امثله كتير. الجمله الثالثه بتقول لي which of the following sentences is punctuated، البنكتويشن يا جماعه بتاعها الصح فين؟ انا بقول if I were you، لو كنت مكانك I would get some legal advice. طب ليه دي غلط؟ لانه ما حطليش يا جماعه هنا عندي ما حطليش كما بين الاثنين. ليه دي غلط؟ لاني I would get some legal advice المفروض ما احطش كما طالما اف جت في النص. طيب وهنا المفروض يحط لي ابوستروفي فوق عندي ليه؟ عند الدي. سؤال الستوري في الوحده السادسه بيقول لي do you like Mr. Jaggers character، هل تحب شخصيه مستر جاجرز؟ انا لو قلت yes because he is strong and no one of the criminals can enter his house even if he let his home door open، مفيش حد من المجرمين يعني بيتجرأ ان هو يدخل حتى يدخل بيته حتى لو كان ساب باب البيت مفتوح. السؤال الثاني بيقول لي do you think، هل تعتقد ان جاجرز هو شخص بيب ممكن يثق فيه؟ يعني I think yes. ليه بقى يا جدعان؟ because he kept the secrets of his clients، يعني بيحفظ اسرار الموكلين اللي شغالين معه. واكبر دليل ان احنا قعدنا طول القصه شايفين ان ميس هشام سيئه، ولكن ما كناش عارفين ان جاجرز هو اللي ساعدها في انها تكون سيئه لما جاب لها ستيلا. وبعدين ما قالش لاي حد ان ستيلا شخصيه متبناه عن طريق ميس هافيشام، فده في حد ذاته يخليك حتى وان كان التصرف مش تمام مش عاجبنا يعني، بس يخليك تتراست هيم. السؤال التالت بيقول لي لو انت مكان بيب هل كنت هتبقى خجلان او خزيان او شاعر بالعار من ان زميلك جو او صديقك جو؟ لو قلت يس بيكوز بيب واز كين نوت تو ليت بنت الدراما اند ستارت اب نيو ذات هيز فريند از او واز ا بلاك سميث، انه كان حريص ان ما يخليش لا بنت الدراما ولا ستارت اب، ودول يا جماعه تنكين اصلا يعني خاصه بنت الدراما، يعرفوا ان صديقه ايه حداد عشان يحافظ على منظره يعني زي ما تقول كده. انما عندي لو انا قلت نو because he was kind او he was the one that treated him well، يعني ده الشخص اللي كان بيعامل بيب كويس. الجمله الرابعه بتقول لي what might have happened، ايه اللي كان هيحصل لو واحد من الكونفيكتس had recognized بيب in London؟ يعني I think بيب would be in trouble، كان هيبقى بيب في مشاكل كبيره and he may be in prison، وقد يكون في السجن. ليه بقى؟ for helping a convict many years ago، لانه كان ساعد مجرم من كام سنه. الجمله الخامسه بيقول لي why do you think، في رايك ليه بيب اتمنى ان جو ما يفهمش او ما يشوفش هو بيحس او ما يفهمش ماشي هو بيحس بايه او ايه اللي حس بيه ماشي لما عرف ان ستيلا رجعت تاني؟ ليه كان بيب حريص انه يخبي شعوره تجاه ستيلا على جو؟ اقول لك ليه، لان اصلا بيب اظهر ان هو مش طايق جو، فانت مش طايقني ومش طايق المكان اللي انا عايش فيه، طب اشمعنى هترجعه علشان خاطر ستيلا؟ يبقى لما نيجي نقولها بالانجلش بقى ايه؟ نقول يا جدعان هي واز ان ديب لاف ماشي وذ ستيلا اند هي ديدنت وانت تو ليت جو نو ذات هي وود
come back again or go back again to the countryside just to see Stella, not to visit him. عشان يشوف ستيلا ما يزوروش. يعني انت جاي راجع الريف لستيلا مش عشاني، انا صاحبك بقى، المعاملة الطيبة، انا اللي كنت طيب معك وهكذا. الجملة الستة بيقول لي do you think، هل تعتقد ان بيب واز رايت، كان عنده حق انه ما يحبش بنت ليدرامل؟ انا بقول yes because he was proud يعني كان مغرور شوية. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.